بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم روسيا ومونديال 2018. الدور الأول ودوري المجموعات في المونديال انتهى، وبها العديد من الدروس. منتخب مصر يخرج من الدور الأول، البعض توقع تأهل مصر لدور الـ16، البعض كان متفائل، الكل كان يبحث عن أول فوز لمنتخب مصر في المونديالات منذ 34، كأس عالم 34، كأس عالم 90، كأس عالم 2018. منتخب مصر لم يفز في أي من مبارياته في كأس العالم. في العديد من الدروس، منتخب ألمانيا يخرج من الدور الأول، منتخب صربيا أيضا وبه العديد من النجوم يخرج من الدور الأول، منتخب السنغال ومنتخب نيجيريا، والعديد من التراخي في طريقتهم، بجانب خروج المنتخب التونسي والمنتخب المغربي، وأفريقيا يجب عليها أن تعيد الحسابات. ولكن في شيء يجب أن نأخذه في الاعتبار، وهو خروج المنتخب الألماني حامل اللقب ومن أقوى المرشحين للفوز بكأس العالم. ماذا ستفعل ألمانيا؟ هو ده اللي احنا لازم نركز عليه. بعد الخروج بيبقى فيه بعض من الدوافع وبعض من العصبية، وازاي ولازم وإقالات ولكن عشان نوازن الأمر بشكل كويس، وعشان نوصل بمنتخب مصر لدرجة أحسن ولهدف أسمى، لازم ناخد الموضوع بشكل دراسي، بشكل تحليلي، بشكل تقني، عشان نصل إلى الهدف. ما قبل كأس العالم 2018 كان منتخب مصر بيبحث عن التأهل. خلينا واقعيين، احنا بقالنا 28 سنة كنا عايزين نخش كأس العالم. ازاي نخش كأس العالم؟ هي دي كانت الطريقة اللي احنا بندور عليها. منتخب تعاقد او اتحاد الكرة تعاقد مع مستر كوبر. مستر كوبر كان له فلسفته واستراتيجيته بحلوها بمرها، ذهبنا إلى كأس العالم. مصر في كأس العالم لم تقدم أي من المستويات التي كانت تأملها الجماهير المصرية. جمهور مصر بيحب الكورة، بيحب المتعة، بيحب الأهداف، حب أنه يشوف منتخبه كويس، وهو عنده في أذهانه حاجات كتير جدا. عنده في أذهانه أن في مونديال 90 احنا لعبنا منتخب هولندا، وفي ماركو فان باستن ودخلت إلى ذلك، وكنا كويسين، وكنا عندنا فرص، وكان عندنا شكل وروح وأداء، وكان عندنا حلول. نفس الشيء لما رحنا كاس القارة البرازيل وخسرنا 4-3، كسبنا منتخب ايطاليا 1-0، وكان شكلنا حلو وعدينا اداء رائع. فمنتخب مصر خلاص 3 كاس امم افريقيه كمان مع كابتن حسن شحاته، فاصبح لدي العديد من الامال والطموحات. ولكن بعد ما حدث في الكره المصريه بعد ثوره يناير، خلينا واقعيين ان احنا كنا بعيد عن التاهل، عن حتى كأس الأمم الأفريقية، التأهل عن كأس العالم، وتوالت المدربين وتوالى الفشل، حتى جاء مستر كوبر وذهب بمنتخب مصر إلى المونديال. إذن ما هو الآن على الاتحاد المصري لكرة القدم؟ هو دراسة ما هو قادم. فيليب لام قائد منتخب ألمانيا، واحد من نجوم الكبار في كرة القدم، اللي ما فيش حد درب فيليب لام إلا وقال واحد من أذكى اللعيبة وأمهرها اللي أنا دربتهم في حياتي. بعد ما ألمانيا طبعا اعتزل دولي لم يشارك في المونديال، بعد ما ألمانيا خرجت من كأس العالم طلع بتصريح في منتهى الأهمية، قال لك الهزائم في كأس العالم هي أساس التقدم في ما هو قادم في المستقبل، أساس النجاح في المستقبل. هزائم ألمانيا في كأس العالم هتوري لك أخطائك، هتبتدي تشتغل عليها، هتبتدي تدرسها فتصل إلى الحل. إذن الآن نغمة هجوم الاستقالات مش هتيجي بالحل، ولكن نغمة ان احنا ندرس المرحلة اللي جاية، ندرس متطلبات منتخب مصر في المرحلة اللي جاية، ندرس معدل الاعمار ومين عندنا هيبقى مكان اعمار اللعيبة اللي عدت 30 سنة، ومن الوضع الطبيعي ان هي ما تكونش موجودة معانا في 2022، قوام المنتخب وطريقة اداءه وطريقة فلسفته، ومين اللي هيجي كمدير فني، هل مدرسته وطريقة اداءه في شغله هل تناسب الكرة المصرية وطموحاتها ولا لا؟ هو ده المهم. كرة القدم أصبحت صناعة، والصناعة فيها دراسة وعلم، وهو ده اللي خلى منتخب ألمانيا زي ما فكرت حضراتكم وهكررها تاني، بعد خروجه من مونديال 98 على أمام فريق كرواتيا في الدور 16، كرواتيا ساعتها محدش يسمع عنها، كانت لسه دولة بقى يوغوسلافيا انفكت، وبقت ظهر لك بقى صربيا وكرواتيا وسلوفاكيا وبقية الدول ديت، ما كانش حد يسمع عن كرواتيا، وفجأة طلعت ألمانيا بقى أول جرس إنذار. منتخب ألمانيا طلع في بطولة يورو 2000 من الدور الأول، برضو ده جرس إنذار تاني، ابتدوا يدرسوا الأمر عشان يوصلوا لكأس عالم 2014. طبعا هم طلعوا في 2006 من السيمي فاينال وكانت على أرضهم، وفي 2010
طلعوا من دور الثمانية، وفي 2014 كسبوا كاس العالم. إذن بالدراسة بالعلم هنقدر نوصل للهدف، الهدف اللي الجمهور الكرة المصرية عايز يوصل كاس العالم مرة تانية، عايز يبقى أداؤه وشكله حلو، عايز ينافس على كاس الأمم الأفريقية، وده له عدة جوانب. أولا احنا بناخد المدربين على السمع، وده اللي حصل مع مستر كوبر حينما عرض على اتحاد الكرة المصري. احنا عندنا في مدرب اسمه مستر كوبر كان بيدرب فريق فالنسيا وذهب به الى 2 نهائي دوري ابطال اوروبا، راجل مسك الانتر، راجل مسك منتخبات منهم منتخب اليونان، اكيد هترحب، خلينا واقعيين بالاسم وبالسي في، هترحب. الراجل ده بالمستوى ده لازم يشتغل، ده لقطه، مرتبه كام بهذا السعر؟ مناسب جدا لمنتخب مصر، لا هاته. والراجل الصراحه خلينا نتكلم بمنطقيه بالنسبه لتجربته والهدف اللي هو كان جاي عشانه، هو نجح انه رجعك كاس امم افريقيا وصل بيك للنهائي، ونجح ان هو رجعك يوصلك لكاس العالم مره ثانيه بعد 28 سنه. انا ما بدافعش عن مستر كوبر، انا واحد من اكثر الناس انتقادا لطريقه ادائه وطريقه فلسفته، وملخص كلامي اللي انا بقوله لحضراتكم ان احنا لازم ندرس هويه المدير الفني القادم، ما ناخدش بالسمع فقط. عشان المدرب هذا المدرب يعني مثلا في كلام عن مستر كيروش، كارلوس كيروش مدير الفني المنتخب ايران، مدرب دفاعي. طب انا عدلت ايه؟ ما انا شلت مدرب دفاعي وجبت مدرب دفاعي تاني، يبقى انا استفدت ايه؟ ما انا ما عملتش اي حاجه، ما عملتش اي تغيير، انا بس شلت اسم وجبت اسم. لازم الاتحاد المصري لكره القدم يبقى عنده لجنه فنيه، هذه اللجنه منوطه بيه ان تدرس اهميه المرحله اللي جايه، متطلبه ايه؟ نوعيه اللعيبه اللي موجوده عندنا. والنهارده على فكره برضو من حظنا هيكون معانا كابتن ربيع ياسين، واحد من مدربين المنتخبات، مدرب منتخب مصر للشباب اللي عنده نواه 2022، هنتحدث معاه كثيرا في هذا الامر، هو دراسه ما هو قادم في المستقبل، لان ده حاجه من اهم العوامل اللي بتتقدم بيها في كره القدم. نخش في اخبارنا في المونديال، و الارقام دايما ما بتتجملش وبتديك انطباع كبير جدا. برضه هتابع مع حضراتكم العديد من الارقام والاحصاءات للمونديال، ولكن هبتدي اتكلم على اول خبر معايا النهارده، مصر استعاده للكره في المونديال. احمد فتحي بطريقه ادائه باسلوبه واحد من الناس اللي دايما عندها قلب ان هو يخش يجيب الكوره، وما بيخافش ان هو مثلا حد يعدي منه او اي حاجه تانية، هو عنده القوه ودايما عنده باور وبيعرف يتوقع صح الترقيصه جايه ازاي، ودي بتيجي برضو بالخبرات، وبتيجي ان هو ما شاء الله دايما جاهز ذهنيا وبدنيا لهذا الامر. فاحمد فتحي من اللعيبه اللي خدت اكثر لاعب استعاده للكره في المونديال. ايضا منتخب مصر والصحف الانجليزيه بتبرز تعامل صلاح مع محبي ومشجعي. طبعا ان انت تبقى نجم ده شيء بيدي عليك اولويات وبيدي عليك مسؤوليات، انك ازاي هتتعامل مع الجماهير، ازاي هتتعامل مع الناس اللي بتحبك، الناس اللي بتتمنى انها تشوفك. فما بالك واحد من ابرز نجوم العالم، محمد صلاح من ابرز نجوم العالم، واحد من ابرز 3 لاعبين في العالم في الوقت الحالي، افضل لاعب في الدوري الانجليزي، هداف الدوري الانجليزي، يقول زي ما تقول ما شاء الله ارقام واحصائيات كبيره جدا لنجمنا الكبير محمد صلاح. محمد صلاح في منزله حطت بيه العديد من الجماهير، واضطر ان هو يطلع يتعامل معاهم بمنتهى الرقي وبمنتهى التحضر، وهو ده دور. ما انت عشان تبقى سوبر ستار دي مسؤوليه كبيره جدا وعبء، وهتفضل تتاخد عليك طوال حياتك حتى بعد ما تبطل كوره. ادي صور الجماهير وهي امام منزل محمد صلاح، والجمهور باي حته في العالم هتعرف ان محمد صلاح في المكان دوت هيحصل التجمهر ده. الناس بتحبه جدا، الناس ممكن ما تصدقش انها تشوفه، الناس بيبقى امل حياتها انها تلتقي معاه وتقول له يا محمد انا بحبك، يا محمد انت شرفتنا، يا محمد انت حاجه جميله، يا محمد انت نموذج، يا محمد انت لازم تجيب اجوان في مانشستر يونايتد. كل الكلام اللي انت ممكن تتخيله هيكون في ذهن كل المشجعين اللي راحوا وحاولوا ان هم يسلموا عليه والتقطوا معاه الصور، وده الجمهور اللي يستحق بقى الصور. ده الجمهور اللي بيحب، ده الجمهور اللي بيدفع تذكره بجد، ده الجمهور اللي بيطلع يشجع بجد، ده الجمهور اللي بيصنع نجم. فمن حقه انه يلتقي بيه، والصراحه طريقه اداء محمد صلاح يعني كانت جميله للغايه، وحاجه من الحاجات اللي تخليك يعني ايه سوبر ستار؟ يعني ايه نجم كبير قوي؟ لان الكل يتذكر كل نجومنا الكبار بيتعاملوا ازاي مع الجماهير حتى الان، حتى بعد اعتزالهم ممكن يبقى مبطل بقاله 30 سنه
ولكن لسه نجم وعارف ازاي يتعامل مع احساس الجماهير. الخبر الاخر، السفير الكوري محمولا على الاكتاف في المكسيك. المكسيك عليها شغف لكرة القدم كبير جدا، ويمكن هي اكبر دولة في امريكا الشمالية عندها شغف وحب لكرة القدم. المكسيك على فكرة مش امريكا الجنوبية، احنا هي بتلعب ساعات في كوبا امريكا والناس بتيجي المكسيك في دماغها تقول لك دي امريكا الجنوبيه، لا المكسيك في قطاع امريكا الشماليه وفي قاره امريكا الشماليه، فهم بيحبوا كره القدم جدا. فبعد فوز كوريا الجنوبيه التاريخي على المنتخب المانيا واقصاء المانيا من كاس العالم، الجمهور في المكسيك راحوا للسفير الكوري في السفاره الكوريه وقعدوا يشجعوا كوريا، فالراجل نزل لهم. الناس برضو الدنيا هناك سهله قوي، الدنيا هناك سهله جدا. راجل السفير الكوري الجنوبي نزل قعد هم يغنوا وهو يغني معاهم، راحوا شايلينه كانه في زفه كده او في يعني تحس ان هو يعني بيشجعوا المنتخب المكسيكي. فكانت لفته طريفه جدا في هذا الامر، ومن الحاجات اللي وسائل الاعلام كلها في العالم خدت هذا الخبر. الهدف الثاني، حاجه من الحاجات اللي برضو بتديك انطباعات على مستوى البطولة من الناحية الفنية، إن الأهداف القاتلة بتسرق الأضواء في المونديال. وصراحة بحيي فريق الإعداد لأن هم رصدوا لي 15 هدف تم تسجيلهم في الدقيقة 90 و90 بلس. وأنت لما بتصل ل يعني هذا المعدل، معدل كبير جدا، إن أنت حتى الآن لعبت حوالي 28 ماتش أعتقد من 64، شوف 28 او 48، وبيسجل هذا العدد من الاهداف، فالامر بيبقى امر كبير ان انت عندك معدل اللياقه البدنيه والروح في هذا المونديال عالي جدا. حتى احنا تلقينا اهداف من منتخب اورجواي برضو في الدقائق الاخيره وفي الانفاس الاخيره من المباراه، وده بيديك انطباعات على معدلات التركيز يجب ان تكون على اعلى مستوى. نفس الشيء في هو 48 مباراة، نفس الشيء في منتخب ماتش منتخبنا أمام السعودية تلقي في الدقائق الأخيرة. إطار واحد بيدي لك فرقة عايزة تكسب، فرقة عندها طموح، فرقة عايزة تكمل في المونديال، فرقة عايزة يكون عندها ذكرى، هي دي الفرق اللي بتسجل في الدقيقه 90 90 بلس، وده امر من الامور اللي كانت ظاهره بشكل كبير جدا في المونديال. الخبر الاخر، فرناندو ايرو نجم ريال مدريد السابق ومدرب منتخب اسبانيا بيحسم موقف ديخيا من المشاركه امام روسيا. حارس منتخب اسبانيا دافيد ديخيا، طبعا حارس مانشستر يونايتد واحد من افضل الحراس الموجودين في العالم، مع منتخب اسبانيا اللي بيتقال عليه لاروخا بيؤدي اداء صراحه بعيد عن مستواه. ديخيا قبل المونديال ما فيش حد بيتابع كوره حتى وان كانش ليه في الكره العالميه يقول لك ديخيا دلوقتي رقم واحد في العالم. اداؤه مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، مانشستر يونايتد لم يكن يفوز بالمركز الثاني في الدوري الانجليزي من غير ديخيا. كل الماتشات اللي لعبها ديخيا سواء في الدوري الانجليزي في دوري ابطال اوروبا كان له دور كبير جدا وايجابي ومؤثر، لان الحارس الكبير وعشان تحكم عليه احكم عليه في الماتشات الكبيره وامام المنافسين الكبار. سواء مانشستر سيتي ولقائهم اللي فاز فيه يونايتد، حتى في ملعب الاتحاد في معقل سيتيزن، وفي نفس الامور في باقي المباريات في الدوري الانجليزي و حتى في دوري ابطال اوروبا، على بالرغم من خروج مانشستر يونايتد المبكر في هذه البطوله امام فريق اشبيليه او سيفيه، وحتى في ماتش اشبيليه ده كان شايل حاجات يعني ما تتشالش. فديخيا في المونديال ليس هو ديخيا، مش بمستواه. ماتش البرتغال اثبت ذلك، اهداف اللي جت فيه واحد كره جاي يمسكها يعني حتى نزوله ليها كانت في منتهى عدم التركيز، ورونالدو احرز اهداف، ودي يعني بعض المزاح ما بين المنتخب الاسباني ولكن اكيد مش بيتريقوا على مستواه. ابتدت تبقى فيه علامات استفهام، وادي طبعا كلامي بتكلم على مانشستر يونايتد ومورينيو اللي ايضا معانا خبر ان هو بيدعم ديخيا قبل مواجهه روسيا، ان ايرو لسه حاطط ثقته في ديخيا
وجوزي مورينيو بيؤازر ديخية قبل مواجهة روسيا، ويتحدث ان ديخية حارس عملاق، حارس قوي، حارس عنده استيعاب، عنده رؤية، بيقدر يلعب برجليه، مناسب لطريقة منتخب إسبانيا. فكل هذه الأمور بتصب ان ديخية هيلعب في اللقاء امام روسيا، لان إسبانيا هتلاعب روسيا بصفتها انها اول المجموعه وروسيا في تاني المجموعه، فهيلعبوا بعض، هتبقى مواجهه ليست سهله على المنتخب الاسباني. وفرناندو ييرو يضع ثقته في ديخيا وبيقول ان هو هيشارك رغم الانتقادات. تياجو الكانتارا واحد من النجوم الجمال، يعني اسبانيا منتخبها عنده حلول كتير جدا، والكانتارا واحد من اللعيبه اللي عندها حلول. وبالمناسبه الكانتارا ده اصلا ما هوش اسباني، ده هو برازيلي وابن كان في لعيبه في 94 في زينيو ومازينيو، لو حضراتكم تتذكروا الناس اللي شافت مونديال 94 كان في لعيب اسمه زينيو مازينيو، وهو بقى ابن مازينيو تيجو الكانتارا، فجنس بقى للمنتخب اسبانيا وبيلعب معاهم في المونديال، وبيلعب طبعا في فريق بايرن ميونخ، وكان اكس برشلونه، كان بيلعب في نادي برشلونه الاسباني. قال ان اسبانيا حتى الان لا تقدم افضل مستوياتها، وطريقنا للنهائي صعب. هو شايف ان طريق منتخب اسبانيا واحد من المرشحين حمل لقب 2010 صعب، في وجود دولة زي البرازيل، في وجود دولة زي فرنسا، في وجود منتخب يعني في منتخبات لسه موجودة على اعلى مستوى. الكانتارا لسه بيتحدث ان لسه اسبانيا لم تقدم افضل المستويات. كاسياس ايضا بيحذر من التهاون امام روسيا، وهنا بقى الخبره، خبرات حارس اسطوري للمنتخب الاسباني وكان معاهم وحامل لقب مونديال 2010 ايكر كاسياس ونجم ريال مدريد، بيقول ان ما ينفعش نتراخى امام روسيا. ونفس هنكمل في الاطار، ولكن هذه المره مع كولومبيا، لاعب الكولومبيا ياري مينا اللي أحرز هدف التأهل لمنتخب كولومبيا بفوزه في اللقاء الأخير على المنتخب السنغالي، بيتصدر أغلفة صحف إسبانيا. طبعا كان الهدف اللي أحرزه يعني هدف غالي جدا بالنسبة للمنتخب الكولومبي، لأن طبعا خميس رودريجيز اللي هو قوة منتخب كولومبيا بأكملها كان أصيب وطلع، فكان تأهل صعب للغاية. راكيتيتش بيرشح منتخب اسبانيا للتتويج بلقب المونديال، وده امر اللي بيتابع برضو كوره وعارف راكيتيتش وهو بيلعب في فريق برشلونه الاسباني، ومتابعه معاه يعني بوسكيتس وانيستا وبيكي، يعني اغلب الحلول اللي موجوده، وبيواجه طبعا فريق ريال مدريد اللي فيه برضو باقي نجوم منتخب اسبانيا، سواء كارباخال، سواء راموس، سواء لوكاس فاسكيز، يعني كل النجوم، وغير دييجو كوستا اللي موجود في الاتليتيكو. فهو شايف ان منتخب إسبانيا من أكبر المنتخبات المرشحة، أيضا إيسكو عامل مونديال الصراحة رائع، فبيديله هذا الترشيح. وأيضا بيبعد الضغط، وده أمر مهم جدا، إن كرواتيا بعد فوزها على الأرجنتين وتأهلها في مجموعتها بهذا الشكل القوي والصلب وكسب الثلاث مباريات، ابتدت تبقى مرشحة، ودي حاجة ذكية من اللاعب إنه يبعد الضغط ويدخله في منتخب تاني، يحطه على منتخب تاني عشان يبقى هو بعيد الضغط، الضغوط اللي عليهم تقل بشكل كبير امام الجماهير. جريزمان، انطوان جريزمان بيحلم بالتتويج بالمونديال وبيتمنى المشاركه في الاولمبياد. جريزمان من اللعيبه القليله اللي بيصل لهذه الدرجه من النجوميه وتلاقيه بيأدي بهذا الشكل مع منتخب بلاده. يعني في لعيبه كبيره جدا، احنا معنا على الهاتف الصحفي الروسي أليكس بوبوف. Hello and welcome to our show. Hello. Good evening. Good evening and congratulations first for qualification of our Russian national team. Thank you so much. Yes, and it's going to be a big game in front of Spain, one of the contenders to win the World Cup. Exactly, yeah, on Sunday you mean, yeah. Yes, sure. Yes. So what's your expectation about this game? Well, if you ask me this question, if you even mentioned that before the tournament, I think I would be kind of surprised to hear that. But we qualified and everyone is happy and we have chances to win this game on Sunday, because our team is in good form, in good shape, and
Danish, they are not as strong as they used to be. We can play against them. And they have some problems in defense. I mean, the goalkeeper, David De Gea, is not as reliable as he used to be before. So I think the chances are there. We can go further. Just give me a little time to translate and I will continue asking you. أنا سألته على توقعاته لمواجهة منتخب روسيا ومنتخب إسبانيا في دور الـ16 وقال أنا مندهش من مواجهة إسبانيا وتأهلنا. لو كنت سألتني من قبل المونديال كنت أقولك لا احنا ممكن بشكل كبير ما نتأهلش, ومواجهة منتخب إسبانيا احنا لدينا فرص. منتخب إسبانيا ما هماش بالقوة كما قبل, عندهم مشاكل في الدفاع وعندهم مشاكل في حراسة المرمى. ديفيد ديخيا ليس بمستواه اللي موجود فيه بمانشستر يونايتد, كنت لسه بتكلم مع حضراتكم في هذا الأمر. فقال ان هو عندهم فرص وبيلعبوا على أرضهم, فمن المتوقع ان هم يكون عندهم حظوظ في هذا اللقاء. Did you expect to win Egypt 3-1 No, of course not. Of course not. We expected your team to play stronger, and we expected more Salah, just play a bit more aggressive and score more goals. So, but in fact, there was an episode in the 78th minute when our defender Kutepov fouled on Mohsen in our penalty area. So do you think it's a clear a penalty? It was a penalty. It was a penalty. Yeah, really much gratitude about your bold in your decision. أنا سألته هل أنت توقعت أنك تفوز على مصر؟ قال لا, وقال أنا كنت متوقع أن محمد صلاح بيعمل أداء أفضل من كده بكتير ويسجل أهداف أكتر. وكمان في ضربة جزاء لمنتخب مصر كانت لمروان محسب لم تحتسب, ودي أثرت كتير جدا في نتيجة اللقاء. فأنا شكرته على جرأته في أنه يقول هذا الكلام. أليكس, moving back to the Russian team, having Cherchev, one of the good qualities that you have in your Russian national team. Russian team is solid, but in spirit, not much talents inside the team, but you have the spirit and you have the fans. You're playing in your home country. Do you expect Russian fans to be giving a big push for Russia in the coming game? Yes, of course. That will be one of our advantages comparing to Spain. I think the stadium is going to be full, totally full, and of course it will be great support from the fans. Yeah, for sure. It will be advantage of the Russian team, I'm sure. What about the tournament overall, hosting this tournament and how it was shown to the people? Actually, everybody is happy about this World Cup, and it's a very good view for the world to your home ground for Russia. Did you expect organizing this World Cup is going to be successful as it is so far? Yeah, we, or at least I personally expected the tournament to be that great. I didn't expect our team to play that well. But I was absolutely sure that from the organizational point of view, the tournament will be just perfect. And it is perfect. I think it's one of the best, or maybe even the best tournament, both from organizational and football point of view. It's great football, only one game ended 0-0, so many goals scored, many penalties. I just don't like one thing. I don't like VAR. I don't like video referees to be at this World Cup. That's the only thing I don't like. أنا سألته في الأول هل تتوقع حضور العديد من الجماهير الروسية في لقاء أمام أسبانيا ويكونوا داعم لمنتخبهم؟ قال لي ده بشكل كبير جدا هيكون الملعب ممتلئ على آخره من أجل مساندة المنتخب الروسي أمام منتخب كبير وصلب زي منتخب إسبانيا.
تحدثت معاه على هل كنت تتوقع ان روسيا تنجح في تنظيم مونديال بهذا الشكل وبهذا المستوى، ويعني هي رؤيه جيده بالنسبه لروسيا بالنسبه للعالم كله انه يرى امكانيات روسيا في تنظيم حدث بهذا الحجم؟ قال لي اه انا على المستوى الشخصي لاني كنت متابع التحضيرات بشكل قريب كنت متوقع هذا النجاح في المونديال، واعتقد ان هو واحد من افضل المونديالات من الناحيه التنظيميه وايضا من الناحيه الفنيه، ولكن هو اعتراضه الوحيد ان هو لا يعني يشجع ظاهره الفي ار او تقنيه الفيديو. I want to take your view about other team, the World Cup holder, ex-holder, Germany team. About disqualifying and achieving a late loss in front of South Korea, moving back to the defeat in front of Mexico. Do you expect much more surprises to be in this World Cup? Well, it could be. For example, our team can be a surprise. We can. I can't call Belgium's as a surprise team, but I think Belgium can win the World Cup. Mm. That can be also one of the surprises. Who else? I like Mexicans. Mm. I like Mexican team. How the way they play, they're quite aggressive, attacking. Who else? What about Argentina? Argentina, you know, I don't know what to expect from them because they didn't play well in the first two games, but then they managed to qualify. Frankly, I'm a fan of Messi, but I don't like how he plays in the national team. Mm. In Barcelona, he is much better. أنا سألته هل تتوقع حدوث مفاجآت في كأس العالم خاصة بعد خسارة ألمانيا أمام كوريا وأيضا أمام المكسيك وخروجها؟ فقال روسيا قد تكون مفاجأة في هذا المونديال، بلجيكا أتوقع أنها ممكن أنها حتى تصل إلى مباراة نهائية في كأس العالم وتفوز بكأس العالم، واحدة من أكبر المنتخبات القوية. المكسيك هو بيحب طريقة أدائها. لما سألته على الأرجنتين قال على الرغم من كوني محب لميسي ولكن أنا لا أرى المنتخب الأرجنتيني يؤدي بشكل جيد في هذا المونديال، وفي نفس الوقت أنا لا أحب طريقة ميسي مع المنتخب حتى الآن، هو بيلعب في برشلونة بمستوى وبيلعب مع المنتخب الأرجنتيني بمستوى بعيد تماما عن الموضوع. So moving back to the World Cup, after having a lot of games and a lot of goals to be scored, do you expect moving through the quarterfinal, semifinal, and the final, the average of goal is going to be decreased? Will be higher, but you have the teams playing attacking football, so I expect probably Sweden they will not score a lot of goals. Probably Croatia will not score. But I'm sure Brazil will score, Uruguay will score as well, England, Belgium, they all have nice attack, nice strikers, nice forwards who can score a lot of goals. And you see there are a lot of penalties in this World Cup. There is already a record if you talk about the quantity of penalties yes. being given by the referees. So it's also, how to say, increases the number of goals. I expect this kind of trend will continue. There will be penalties awarded. So I think we should expect maybe not 5 goals per game, but still we can expect a lot of goals to be scored. I hope so. And that's the partially the, how to say, the characteristic of this World Cup. The goals, the penalties, a lot of fans, atmosphere, good weather, etc. It's a nice World Cup. It's a nice tournament. Okay, do you expect Russian players to play much more in Europe other than Cherchev? Well, we have kind of, it's not really confirmed information, but for example, Golovin,
the midfielder from CSK, we can expect him to move to Chelsea. So not Juventus, as people say before, but Golovin, I think, will be going to Chelsea. This is it, I think. That's the only player that can move abroad. So another one besides Cherikov before to play to Chelsea. Beg your pardon? I said another one after Cherikov, the one who used to play in Chelsea, the left back. Yeah, Zhirkov. Yeah, Zhirkov used to play there, and Alexei Smertin used to play in Chelsea as well. This is because of Ibrahimovic, or just? I think so. Yeah, I think because, for example, the president of CSK, he is a good friend of Roman Abramovich, so I think it helps, of course. Okay, thank partially, you. Partially, yes, yes. Thank you so much to have you in our show, and our wishes to the Russian team in this World Cup. أنا سألت العديد من الأمور. هتكلم مع حضرتك إن أنا سألت هل تتوقع إن يكون في مستوى تهديفي على مستوى عالي وتكمل بطولة على مستوى تهديفي عالي؟ قال أنا فعلاً أتوقع كده. عندك منتخب السويد وكرواتيا ممكن ما يسجلوش بشكل كبير، ولكن البرازيل وإنجلترا وأورجواي والبرتغال كل دول قادرين هم يسجلوا أهداف بعدد كبير، وانت شفت كم ضربات الجزاء اللي تم احتسابه، ودي حاجة من الحاجات اللي ظاهرة في هذا المونديال. فهتدي في المباريات الأخرى هيتم احتساب العديد من ضربات الجزاء، وده هيؤثر في مستوى عدد الأهداف. قال أنا بالنسبة لي ضربات الجزاء، الحضور الجماهيري، المناخ الجيد لروسيا في هذا التوقيت هو من أفضل الحاجات والعوامل اللي مؤدية إن المونديال حتى الآن يبقى ناجح. سألته بشكل عن هل من الممكن أن يتم انتقال أحد لاعبين منتخب روسيا إلى الدوريات الأوروبية عكس يعني بجانب تشيرتشيف، لأن هم ما عندهمش غير تشيرتشيف اللي بيلعب في بايرن ريال وكان في ريال مدريد من قبل في الدوري الإسباني. قال في لعيب اسمه جوريل ممكن ينتقل إلى فريق تشيلسي. فسألته هل ده بسبب وجود إبراهيموفيتش؟ طبعا المالك رومان إبراهيموفيتش وهو روسي الجنسية. قال طبعا ده بشكل كبير، لأن هو كمان صديق نادي سياسكا موسكو اللي بيلعب فيه هذا اللاعب، فده بيدي بوابة بالنسبة للعيبة الروسية أنها تظهر في الدوريات الأوروبية. ده كان انطباع طبعا جاي من روسيا، انطباع مهم جدا عشان نفهم ونشوف الدنيا ماشية إزاي والرؤية في المونديال. هنكمل مع حضراتكم. في صراع كبير ما بين كريستيانو رونالدو وسواريز. طبعا سواريز نجم فريقه، نجم ريال مدريد، والكلاسيكو بيظهر على اجواء مواجهه اورجواي والبرتغال في افتتاح ثمن النهائي. هو مش بس كريستيانو رونالدو وسواريز، ولكن باقي الفرقتين، والفرقتين طريقه ادائهم الى حد ما متشابهه، واغلب اللي موجودين في الفرقتين عندهم مشاركات في الدوري الاسباني، خاصه منتخب اورجواي، اثنين السنتر باكس والاثنين اللي في نص الملعب وواحد من الفراوده طبعا سواريز، كلهم بيلعبوا في الدوري الاسباني بجانب كافاني. منتخب البرتغال بكريستيانو رونالدو حاجه تانية، وكريستيانو رونالدو مدي حاله للبرتغال ومديهم قوه غير طبيعيه. يعني منتخب البرتغال بدون كريستيانو رونالدو لا اعتقد انه ممكن يحقق اي حاجه، ولكن بوجود كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي بيتخطى كل الحدود وبيبقى هو الفائز ببطوله اليورو وبيديله ابعاد، وده بيبين لنا قيمه اللاعب الكبير لما بيدي كل حاجه لبلده. هداف التاريخي للبرتغال هو كريستيانو رونالدو، واحد من اكبر هدافين المنتخبات هو كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو احرز بطوله من اقوى البطولات وهي بطوله اليورو مع منتخب البرتغال، وده بيديله الى حد ما اضافه لما قدمه مع منتخب البرتغال ولم يقدمه ميسي في الجانب الاخر مع الارجنتين. عندنا ايضا اخبار عن منتخب المانيا حسم مصير لوف الاسبوع المقبل. ابتديت مع حضراتكم قلت لكم تابعوا ماذا سيفعل المنتخب الالماني والاتحاد الالماني مع الجهاز الفني. في تقارير بتقول ان خواكيم لوف اللي بقاله مده كبيره صراحه مع المنتخب الالماني اكثر من 10 سنوات على مشارف الاستقاله،
وفي بعض التقارير اللي تحدثت ان خواكيم لوف وبعض من الاسماء هتبقى زي ما تقول كبش فداء لهزيمه المنتخب الالماني وخروجه واقصائه من الدور الاول. بقاله كتير قوي لم يحظى بهذا الاداء والمستوى، فهنشوف ماذا سيفعل وكيف سيتم الدراسه. كان في مانويل نوير تحدث وقال كان يعني من الطبيعي ان احنا نطلع من المونديال لان احنا غلطنا كتير والناس ما بقتش تخاف مننا كما كان من قبل، الناس بقى عندها طموح انها تكسبنا. في الاول احنا كنا مسيطرين بشكل اكبر من كده لما يجي لك القائد. ميزه الالمان ان هم عندهم صراحه، وصراحتهم مع نفسهم دي هي اللي بتحدد المشكله عشان يبتدي العلاج. دايما لما تروح للدكتور اهم حاجه وانت رايح للدكتور انه يحدد لك المشكله ايه قبل ما يديك العلاج عشان يعرف يديك العلاج الصح. مدرب بلجيكا طريق السهل لا يحقق النجاح في المونديال، بيتكلم على ان مشواره اللاعب طبعا المدرب طبعا مارتينيز مشوار، الناس بتتكلم ان مشوار بلجيكا سهل، فقال ان المشوار السهل ما بيحققش النجاح. مدرب اليابان بيتحدى نجوم بلجيكا مواجهه صعبه على الفريقين. منتخب الياباني منتخب ما بيتعبش، منتخب الياباني منتخب هيبقى مش سهل امام بلجيكا في المواجهه. مدرب منتخب تونس نبيل معلول بيتمنى الاستمرار مع منتخب تونس وحقق فوز معنوي بالنسبه للعرب وبالنسبه لتونس امام بنما بهدفين مقابل هدف. فخر الدين قال المشاركه في المونديال تجربه هتفيدنا في المستقبل. ثاوث جيت مدرب انجلترا جاهزون للفوز على كولومبيا. هو صراحه في هذا المونديال انجلترا او مختلفه، وده الفضل بيرجع لنادي توتنهام اللي مقدم لهم مواهب حلوه جدا ومقدم لهم هاري كين. دور المجموعات 122 هدف 24 ضربه جزاء، وبنما تنقذ مصر من الأسوأ طبعا بعد النتائج اللي احنا شفناها. 122 هدف بنسبه تتخطى هدفين في المباراه الواحده، 24 ضربه جزاء. وكان لو تفتكروا كولينا حكم الايطالي الاصلع اللي كان بيبرق كده كتير وكنت تحس كده ان هو بيحكم الماتشات، تحس الدنيا سهله جدا، ما تفهمش ازاي هو عنده موهبه تحكيم. عمل مؤتمر صحفي هو رئيس لجنه الحكام في الفيفا وقال ان تقنيه الفار من 335 حاله تم رصدها في 17 حاله رصدها الفي ار اللي هو تقنيه الفيديو، 14 تم احتسابهم، ودي حاجة بتتعدى 90% من نسبة الفي ار في ان هو يحدث فارق وان هو يخش في المونديال بقوة. وده الكلام حتى اللي شفناه مع بوبوف الصحفي الروسي اللي قال ان برضو ظاهرة الفيديو غيرت هذا المونديال تماما. جياني انفانتينو السويسري تقنية الفيديو بتساعد على العدالة التحكيمية، ده رئيس الفيفا. ميسي وماتشيرانو ستة لاعبين من الأرجنتين عندهم خطر الإيقاف بسبب الإنذارات. شتيفان إيفنبرج اللعيب ده لعيب يعني كاريزما غير عادية، يعني أسطورة ألمانيا وبايرن ميونخ بيطالب بإقالة اتحاد الكرة بعد فضيحة المونديال. هما إيفنبرج ده ما كانش بيضحك، إيفنبرج ده في كأس عالم 94 ما كانش موجود، ألمانيا كانت مختلفة، وبعدين مع بايرن ميونخ كده تحس إن هو هيبة كده، لعيب كان جامد جدا، كان لعيب كوره محترم يعني لعيب تقيل. مع بايرن ميونخ حقق العديد من الالقاب وابطال اوروبا ودوري الالماني. بيطالب طبعا بالنسبه له ان منتخب المانيا دي كارثه في المانيا، بيطالب باقاله اتحاد الكوره. سامي خضيره ما عندوش تفسير لمستوى المانيا في كاس العالم، ولا احنا عندنا تفسير اصلا بوجودك في كاس العالم يا سامي خضيره، وطبعا بيدافع عن لوف. وكرواتيا بتحلم ب تكرار انجاز مونديال 98. مونديال 98 منتخب كرواتيا كانش حد يعرف عنه حاجه. كان عندك دافير سكور طبعا كان هداف المونديال، كان بيلعب في نادي الارسنال، وكانت كرواتيا لسه حديثه العهد كدوله يعني، فما كانش عندك معرفه كبيره ان فرقه كرواتيا دي. وكان طبعا بوبان نجم نادي اي سي ميلان لعيب نص الملعب. ولكن كرواتيا قبل مشاركتها في المونديال ده اي حد هيبص على تشكيلة منتخب كرواتيا هيتوقع حاجات، وده الفرق ان الناس دي عندها اولا شرق اوروبا ما هي زي غرب اوروبا في كل شيء، بس شرق اوروبا عندها مواهب كتيرة جدا، ولما يبقى في عندك منتخب نص الملعب فيه
مودريتش وما ادراك ما مودريتش، راكيتيتش وما ادراك ما راكيتيتش، واحد ريال مدريد وبرشلونه. طب واللي جنبهم مين؟ كوفاسيتش بيلعب ريال مدريد، ومانزوكيتش اليوفي، وكان قبل كده في اتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ، وبيريزيتش بيلعب في الانتر. كل ده لسه ما كملتلكش بقيه الفريق. ففي توقع كبير جدا وفي اختلاف ما بين كرواتيا 98 وهذا المنتخب. هكمل مع حضراتكم مدير التنفيذي للجنه المنظمه للمونديال بيشيد بالتنظيم والجماهير، واحنا ده سردناه لحضراتكم مع الصحفي الروسي بوبوف. كومان، مباريات المونديال تتسم بالصعوبه والتكافؤ الشديد. كومان طبعا كل المصريين تتذكره، وحسام حسن وكابتن ربيع سين اللي هيبقى معانا هنكلمه بقى على ذكرياته كمان في هذا اللقاء. ابراهيموفيتش، السويد بامكانها الاستحواذ على اعجاب العالم. يمكن ابراهيموفيتش ده حاله لوحده في التصريحات، يعني فاول مره اشوف تصريح ايجابي بالنسبه له وهو بعيد عن منتخب السويد. الاصابه بتغيب بنجامين نجم فرنسا عن موقعه الارجنتين، وميسي بينافس رونالدو على جدران مدينه كازان الروسيه. سان باولي مدرب الارجنتين اعلم كيف تلعب فرنسا وسنحاول مساعده ميسي. يعني سان باولي ده برضو علامه استفهام كبيره جدا، ودلوقتي انت بقيتش عارف هو ميسي اللي بيدرب ولا سان باولي، ولم اشاهد في حياتي مدرب بيقف كده على الخط ويقعد يسال لعيب مهما كان حجمه، مهما كان حجمه، انزل اجويرو ولا لا، وميسي يروح يشاور له ويعني خلاص قربت تغرق، او قوم سائل ميسي. فميسي طب ماذا لو ميسي ما كانش في يومه، هل هيستطيع انه يغيره؟ ما هو برضو ان تبقى مدرب دي صعبه، مش اي حد يقدر يعملها، وخصائص التدريب فيها الشخصيه، وفي مدربين ما عندهمش ناحيه فنيه ولكن عندهم شخصيه قويه بتقدر تحقق نجاح. فما بالك ان انت مدرب منتخب الارجنتين، ومهما كان ميسي، في ناس تختلف في ناس تتفق، طبعا ميسي نجم النجوم، موهبه يعني غير طبيعيه، ولكن ما ينفعش يبقى مدرب. وسر نجاح لويس انريكي مع برشلونه قطع انه ستر على ميسي. ميسي تم تغييره مع لويس انريكي في لقاء السوسيداد، وبرشلونه خد الثلاثيه في هذا الموسم. ديشامب، لن اضع خطه لمراقبه ميسي وحده. دي ديشامب الراجل الفرنسي اللي عليه علامات استفهام كبيره جدا جدا. منتخب فرنسا لو تشوف وتسمع الارقام بتاعت لعبته في سوق الانتقالات وحجمهم وقمه المواهب، في وفره في اللاعبين غير طبيعيه، ولكن اداء منتخب فرنسا مع ديدييه ديشامب حتى الان علامه استفهام. هو وصل فاينل يورو البطوله الماضيه، وحتى الان ماتش الارجنتين هيحدد حاجات كتير جدا في مستقبل ديشامب. رودريجيز، خامس رودريجيز نجم منتخب كولومبيا، لسه ما لم يحدد موقفه، والمونديال تخلص من مظاهر العنصريه. احنا شفنا الصراحه حاجات كتير جدا جميله. وأوجو لوريس حارس منتخب فرنسا بيطلع تصريح بيقول لا يمكن مقارنة لاعب بميسي. أكيد يعني في مقارنات والناس بتحب المقارنات، بس هو شكله حابب ميسي. خلينا ناخد بعض الإحصائيات، الإحصائيات دي مهمة جدا، وبشكر فريق الإعداد الصراحة على إن هو وفرها لنا. أكبر عدد من الأهداف كان منتخب بلجيكا، أحرز 9 أهداف. افضل محاولات من الهجمات كان منتخب المانيا. منتخب المانيا عمل 252 هجمه، يعني حاجه صراحه تخض. منتخب المانيا مشكلته في كاس العالم سامي خضيره وخط الدفاع، كانش عنده كمان سنتر فيرود بيخلص، يعني كل هذه الهجمات وما فيش حد، هما دايما بيستحوذوا وبيعرفوا يوصلوا للمرمى، ولكن الناحيه الدفاعيه ونص الملعب، قلب نص الملعب سامي خضيره كان عامل مشكله كبيره جدا، وده من اهم الاسباب اللي هما هيدرسوها. نروح لمنتخب اسبانيا، الارقام بتبين لك ليه منتخب اسبانيا قوي. 2089 تمريره ناجحه في منتخب اسبانيا، هي دي فلسفته. واهم فلسفه في كره القدم، وهيبقى معانا برضو خبيرنا الكبير كابتن ربيع ياسين، التسليم والتسلم. فلما فرقه بتعمل 2089 تمريره يعني رايت باس، وفي منهم باس طولي وفي منهم باس عرضي، باس طولي بطول الملعب بيتخطى 40 و50 متر وبتغير الملعب، انت بتشوف كده مثلا الكره طالعه من بوسكيتس وبيكيه وتروح لإسكو او ديفيد سيلفا على الاجناب وتروح لدييجو كوستا، الكره ما بتتقطعش، وتحت ضغط من غير ضغط. هم عندهم فلسفه في التسليم والتسلم،
ودي من اهم العوامل لاي مدرب في مصر سواء في الناشئين وسواء في الكبار لازم يخلقها، لان دي اهم مهاره في كره القدم. انت ممكن ما تبقاش لعيب عندك مهارات في واحد ضد واحد، بس بتعرف تسلم وتستلم تبقى لعيب محترم، فدي حاجه مهمه جدا. افضل دفاع هو دفاع منتخب ايران 149 بتاع كارلوس كيروش، مدرب الدفاعي اللي مرشح لمنتخب مصر، وانا بحذر من دلوقتي لان احنا لو شلنا كوبر عشان نجيب مدرب بيهاجم وجبنا كيروش يبقى احنا ما عملناش حاجه. اللاعبين بقى اكثر محاولات على المرمى نيمار 17 محاوله ان هو بيروح وبيحاول يجيب جون. اكثر واحد جري كريستيان اريكسن نجم نادي توتنهام. بصوا توتنهام السنه دي مطلع لنا كميه لعيبه في المونديال حاجه جميله جدا. جري 36 كيلومتر. افضل واحد عمل باس صح توني كروس، يعني هو تحس ان هو انت عندك دكتور في نص الملعب. توني كروس 310 باس صحيح. وافضل حارس عمل تصديات هو جيرومو اوتشوا حارس منتخب المكسيك. اكبر عدد من الاهداف كان ماتش بلجيكا وتونس 7. معدل البطوله قلت لحضراتكم 2.5، ودي من الاحصائيات اللي كانت مهمه جدا انها اقولها لحضراتكم عشان تشوفوا المعدل ماشي ازاي بالارقام. الارقام دايما بتديك انطباع الصحيح. انا هطلع فاصل استقبل نجمنا الكبير مدرب منتخب مصر للشباب ونجم منتخب مصر سنه 90، واحد من النماذج اللي الكل يجب ان يحتذى بها، كابتن ربيع ياسين. اوعى تروح بعيد عشان النادي الاهلي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، واستقبل مع حضراتكم ضيفي وضيفكم كابتن مصر المونديالي ومدرب منتخب الشباب بمنتخب مصر كابتن ربيع ياسين. مساء الخير ابو الكابتن، منورني وحشني كتير جدا. اهلا بيك يا كابتن، كل عام وانت طيب وحشني كتير وموفق دايما وسعيد جدا اللي معاك. الله يخليك يا كابتن. كابتن ربيع، صراحه في حاله احباط شديده داخل مصر من اداء منتخبنا، كان في تطلعات ليه اداء افضل من كده. حضرتك ذهبت وشاهدت احد المباريات بصفتك المونديالية، واحد من مدربين ايضا منتخبات مصر، رؤيتك لما جاء مع منتخب مصر في هذا المونديال؟ بصوا طبعا احنا كنا في مجموعه، احنا القرعه جابتنا في مجموعه المفروض ان احنا كنا نستغل ضعف هذه المجموعه، يعني الحجم الفني اللي كان لازم يبقى موجود في البطوله دي كان لازم يتحضر له كويس. انا بتكلم على الحجم الفني، يعني كره القدم الحقيقيه. يعني المكسب بيجي بفضل الله ثم اسباب فنيه. نعم. بتحضر لها، بتفكر قبل البطوله ولما وصلت للبطوله وانا مسافر للبطوله. نعم. عن طريق الماتشات الوديه والمعسكرات، وفي نفس الوقت حتى الاختيارات مهمه جدا ان اختار عنصر اقدر اشتغل بيه مونديالي. نعم، خد بالك، لان في فرق بين المحلي والدولي طبعا، بالك دي مهمه جدا يا محمد. فاحنا عندنا مجموعه عوامل كثيره جدا ما اكتملتش للاسف الشديد. انا من وجهه نظري المسؤول الاول والاخير عن هذه البطوله هو مستر كوبر. نعم. المدير الفني. نعم. اللي يقدر يصدر، كان اتحاد الكوره في ظهره، جدد له، عمل له، اداله ثقه، عمل له المعسكرات اللي طلب منه، كان في ظهر. فهو زي ما الكابتن بيقول لك، انا هلغي الدوري، انا بختار مجموعه، انا هعمل معسكرات، وناس استجابت وراح عمل احلى ماتشات واحلى بطوله مع هولندا وهو. فاللي اقصده ان المردود الفني يا محمد بالنسبه لمنتخب مصر ما بين المنتخبات 32 كان قليل من وجهه نظرك. طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، لان حضرتك دخلتني في نقطه بمنتهى الاهميه. مجموعه مصر في مونديال 90، هولندا بطل اوروبا وافضل لعيبه ويمكن افضل منتخب في تاريخ هولندا احنا شفناه. معانا انجلترا، معانا ايرلندا ومصر. انجلترا في كره القدم دوله قويه، ايرلندا من الدول القويه ايضا، ومنتخب هولندا. هل يعني في فوارق يا كابتن من تجربه 90 ل 2018؟ بص، في فوارق. الفوارق بتاعه 90 ان اللعيبه الموهوبه عملت حاله كويسه مع المدير الفني العبقري. نعم، بس خلاص. هو كان بيختار، وما تضحكش عليه الكابتن كوري لما سافر ايطاليا، ما تضحكش عليه من اللعيبه. خلي بالك دي مهمه جدا، يعني في مدرب مش ذكي، مدرب مش شاطر، النوعيات لازم تكون شاطر في المونديال، انت لازم تتشطر في المونديال، لانه ما شطرتش هيضحك عليك وزي ما انت شايف.
النهارده كل الامكانيات متاحه يا محمد، الظروف افضل والاحوال احسن، لعيبه في احتراف والمالات احسن، وعدد النهارده المحترفين اللي عندك من 17 ل 18 لعيب. ده لم تحدث من قبل. سنه 90 كان عندنا مجدي عبد الغني في البرتغال ومجدي طلبه في اليونان فقط، ومجدي طلبه جانا واحنا مسافرين ايطاليا. النهارده انت عندك 17 على راسهم طبعا النجم الكبير محمد ابننا محمد صلاح. نعم. بالك الفوارق كتيره، لكن خلي بالك مش كل لعيب محترف ينفع أن يكون دولي، خلي بالك من النقطه دي. انا ما بتكلم بكلام فني، انا بتكلم بفنيات. نعم. انا كل اللي يهمني لعيب كوره، انا مش عاوز اخد مهندس ولا دكتور ولا محامي ولا لعيب كوره. نعم. خلي خدالك انما لعيب كوره، لعيب الكوره هتسافر لعيب الكوره يعني ايه؟ لعيبك مكتمل، مكتمل الجوانب على المستوى البدني والمهاري والخططي والنفسي، ولعيب كوره تلاقيه جاهز بحضره كويس قوي اقدر اواجه بيه المنتخبات، فده مهم جدا يا محمد. كان في فوارق كبيره. نعم. يعني انا اتكلمت على الفوارق ما بين دلوقتي كتيره جدا للصالح، المفروض للصالح دلوقتي للاحسن للافضل. بس الفوارق طبعا ان زمان كان اللعيب موهوب يعتمد على موهبته وبينفذ كلام المدرب، ودلوقتي مش كل اللعيبه موهوبه. نعم. طيب هل طريقه مستر كوبر طريقه الدفاعيه اللي من قبل ما يجي مستر كوبر هو معروف عنه هذا الاداء، ولكن في ناس اكتشفت طريقه مستر كوبر بعد ما مسك منتخب مصر، احنا ما كناش بنهاجم في كل الماتشات، ما كناش بنهاجم، كان في ماتشات امام غانا كنا كويسين، امام منتخب نيجيريا حققنا فوز وتاهلنا لكاس الامم، ولكن طريقته دفاعيه هل كان ممكن يغيرها قبل المونديال؟ كان لازم تتغير، يعني كان قادر، كان لا الخبرات لها دور، الفنيات المدرب بينضج وبيكبر، واخد بال حضرتك؟ احنا مشينا واحده واحده امام مستر كوبر وادينا له حقه، لما وصلنا كاس الامم قلنا الراجل ماشي كويس، لما خسرنا النهائي قلنا خلاص ده كان المفروض ان احنا دينا فترات ما بنوصلش، وصلنا نهائي وشوط نخسره ما كويس، لما على حساب نيجيريا. نعم. لما وصلنا على حساب غانا كاس قلنا كويس جدا والامور تمام، كنا منتظرين في الماتشات الوديه احنا وصلنا كاس عالم. انا من وجهه نظري الابداع بيجي بعد الوصول، الثقه خلاص انت خدتها، انت وصلت حققت المراد، حققت الهدف طبعا. وصلت. الطبيعي جدا ان انا بحضر انا فكري وشغلي وامكانياتي مع اللعيبه في كاس العالم غير قبل كاس العالم، ده شغل اي مدرب، اي مدرب النهارده حضرتك لما بيبقى في الممتاز به وبعدين يطلع على ممتاز الف عشان بيغير طريقته وغير وفاجئ للاسف الشديد. طب هل سنه يا كابتن، انت عارف حضرتك برضو الناس الكبيره شويه متقدمه سنيا تبقى صعب انها تميل للتغيير، هل ده ممكن يبقى عامل مؤثر معاه؟ لان هو نمطي جدا، هو لا يغير، يعني انت كوبر من اول ماتش لاخر ماتش في المونديال ما احنا قلنا يعني هل السن ممكن يبقى عامل؟ لا مش شرط، انت عندك مدرب ارجويه اكبر مدرب تقريبا، اكبر تبارز. نعم فعلا، بالك برافو، هو موجود وحقق العلامه الكامله مع الثلاثه وحافظ وعارف ومتمسكين بيه وشغله رائع بصرف النظر، لكن انا بتكلم على طريقه ما انا في حاجه يا محمد انا عندي مساعدين، انا اتضح ان المساعد ده مهم جدا، مساعد يكون عنده شخصيه عنده رؤيه ونجم كبير جدا، لازم يكون نجم في التدريب ونجم عشان يقدر كمان المشوره مهمه جدا ان يشاوروا ان في ده لعيب لا في مصر ده في واحد في حته النادي ده في يقول له حاجات كتيره والخطط. النهارده الشغل، طب انت ما ينفعش ابقى ثابت وادائي سلبي في 270 دقيقه وما غيرش، ما ينفعش، مفيش كده مدرب خالص، ده المبتدئ ما بيعرفش الجرى، لو انا مش جريء ما ينفعش اكون مدرب، مش جريء على حساب التوازن، على حساب النظام، على حساب الفلسفه الصح في الشكل الصح اللي بخرجه على مستوى الدفاعي والهجومي. كابتن جواري كان جريء كابتن؟ جدا جريء جدا، لو جريء ما كانش وصل بمنتخب، ما كانش راح بركينا فاسو ولا كان ياخد بيها، جريء وشاطر. نعم. وفي نفس الوقت كان بيحترم العقليه المصريه، واقعي، قال لك انا هروح وانا ممكن مش مرشح وخدها بفكره وذكاء، اولا كان شاطر جدا في الاختيارات، شاطر جدا في اختيارات اللعيبه. لو تلاحظ اختيارات الجوهري كان بيصنع بيها الفوارق في اوقات كتيره جدا، كان بيحقق بيها المعجزات. نعم. التوفيق بتاع الله سبحانه وتعالى، لكن هو كان مدرب عبقري بيقعد طول الليل عشان يذاكر اللعيب اللي هياخده ويسافر بيه، بيذاكر اللعيب نفسه شخصيته اداؤه تصرفاته سلوكياته اخلاقياته لعبه بيمشي بيلعب بيتمرن ازاي. حضرتك بتتكلم مش بس ناحيه فنيه، ده قوام لملف لكل لاعب، وده الصح يا محمد. يا ابني ده رايح كاس عالم، ده مسؤوليه كبيره، ده انا بمثل 100 مليون. نعم. انا اقصد ان الاختيارات فيها اختيارات ما كانش مظبوط، مش كل لعيب محترف خلي بالك عندنا دلوقتي في ال 17 ينفع يكون دولي، مش شرط. نعم. في لعيب محلي خلي بالك احنا في 6 و8 و10 حققنا المعجزات باللعيب المحلي. نعم. كان عندنا كام لعيب محترف؟ 4 خلاص. كسبنا ايه؟ كسبنا اعتى الفرق، كسبنا كل محترفين افريقيا بالمحلي، فمش كله، وكان العبقريه تيجي من المدرب ان هو دارس اللعيب كويس، وفي نفس الوقت
انا بختار لعيب كوره يا محمد، بختار لعيب كوره، لعيب كوره يقدر النهارده ينفذ اللي انا عاوزه. مهارته ايه؟ خلي بالك شغله ايه. طيب برضه في سؤال يا كابتن ربيع، عندي مثلا لعيبه بتلعب في الدوري الانجليزي ولكن لا تشارك، وفضلتها عن لعيبه في اخر فتله قبل المونديال في الماتشات حتى الوديه بتلعب وبتشارك مع انديتها بشكل قوي في المستوى المحلي، هل ايضا الدفع بلعيبه لا تشارك كثيرا كاللودور؟ طبعا. هو انا لما اقعد النهارده ابقى احتياطي، هو ليه انا احتياطي الاول؟ خلاص مش مقتنع ان ابقى يقدر بامر الله تعالى يجي معاه يدخل ويعمل انسجام وتفاهم الفنيات وشايفه ان موهبته وشايف لا ده انا اجيبه. وده اللي حصل، خلي بالك مع كابتن جوري. نعم. كابتن جوري جاب من المنيا هشام عبد رب الرسول، هو نعم. ممتاز به. نعم. الدرجه الثانيه جاب احمد الكاس من الاولمبي كان في الدرجه الثانيه. نعم. نجومه من ال11 من ال11 الاساسيين. نعم. على الاهلي والزمالك والحاجات دي كلها. فانا اقصد العين مهمه جدا، انت مطلوب انك تتعاقد مع مدرب ذكي شاطر فنياته عاليه يا محمد، فنياته عاليه شخصيته قويه جدا. يعني مثلا يا كابتن ربيع، ما حدث مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي الاكثر انتظاما الاكثر مشاركه اساسيا افضل مستوى فلعب اساسي وادى، مع بعض اللعيبه الاخرين مثلا زي علي جبر لا يشارك كثيرا وكان بيلعب بصفه اساسيه في قلب الدفاع وكان عنده بعض من المشاكل، هل ده يعتبر علامه استفهام بالنسبه للسكوب؟ طبعا في اخطاء كثيره، احنا قلنا في اخطاء في حاجات كتيره جدا مش مظبوطه. وبعدين عاوز اقول حاجه، هو لعيب المنتخب ده اللي موجود يعني ما يعني قران ما لازم يتغير. افرض واحد مستوى نزل هبت، احنا في يعني احنا شفنا يعني كابتن جوالي ومسافر في لعيبه استبعدها لان مستواها كان بعيد وجاب لعيبه مكانها رغم ان هي كانت مثلا في الصوره. ما هو وماجد طلبه ده كان في الصوره، جان احنا قاعدين في الاوضه في المحاضره لقيناه داخل علينا ما كانش في التصفيات بس شافوا انه كويس واستبعد واحد مكانه، واخد بالك؟ وفي مستر كوبر عنده اخطاء غريبه جدا وسلبيات غريبه جدا، انه في لعيبه بعيده وما بتلعبش وبيلعبها ومصمم عليها وما جاتش البديل. ده الفتره دي خلي بالك فتره مهمه جدا في التدوير والتوظيف والتغيير، واخد بالك؟ وتغيير جلد الفريق، انت داخل على تصفيات وفي لعيبه كبرت سبعه ثمانيه النهارده لازم يكون محضر البديل بتاعهم فورا فورا عشان داخل على تصفيات. يا محمد خلاص ثلاث شهور انت لسه هتغير، انت لازم تغير، انت لازم 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 نرضى المدرب الواعي ان يشتغل. انا بشتغل للمونديال وبشتغل لقدام، ان انا بشتغل عشان الوقت. النهارده كان عندنا مشكله كبيره جدا في لعيبه ما وجدتش البديل بتاعها، بقت مصيبه كبيره ومشكله كبيره ومصمم. فاللي اقصده حتى يعني زي مين يا كابتن؟ لا يعني مثلا خلينا نتكلم في مركز راس الحربه، هل مفيش مثلا بديل لمروان؟ مفيش في خط الوسط حد مثلا بديل لعبد الله؟ ما فيش لعبد الله، ما فيش لعبد الشافي. لعبد الشافي يعني هل وده شغل وده مع احترامي الشديد خبير كبير عالمي جايبين نشتغل بيه عشان يعمل لا. طب انا برضو لا. يعني بسال واحد من يعني النجوم الكبار، هل يصح ان يكون في مدرب منتخباته وحقق المراد؟ انت حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، ان انت حققت الهدف ابدع، ما بيلعبش الا بطريقه واحده، ما عندوش بلان بي، ما عندوش الخطه البديله. طب انا لما يجي فيها جون هلعب ازاي؟ طبعا انا عشان كده مش في سيناريوهات يا كابتن طبعا بتدرس طبعًا لو انا معاه وانا كسبان هلعب ازاي وانا مش كسبان هلعب ازاي؟ ما هي ده من اول اختياراتك، اختيار مدرب كبير ناضج فاهم قوي جدا شجاع يملك الفنيات المدرب العالمي. نعم بنعرض لل يعني طبعا للمشاهدين ذكريات منتخبنا في كاس امم 98 مع الكابتن محمود الجهري. فانك ما وجدتش البديل النهارده ما ينفعش، في متوسط اعمار واخد بالك، في كل حاجات كتيره جدا، انت داخل على مشكله ان ازاي تبني فريق من جديد في سبعه ثمانيه خلاص هيقعدوا متشكلين. طب رحلتك يا كابتن وحضرتك ذهبت الى روسيا وكنت مع في الطياره اللي فيها بقى الاعلاميين والجدل اللي صار على المعسكر، يعني كيف صارت هذه الامور؟ يعني ايه اللي حصل؟ هو طبعا احنا جالنا دعوه لعيبه جيل 90 ان تسافر، سافرنا طبعا وكنا متوقعين ان الجانب الاداء الاداري في التنظيم افضل واحسن. يعني مثلا نروح رحنا عضبنا التمرين وقعدنا مع اللعيبه على الاقل هنعمل اضافه في روح في تعاون في انسجام في ترابط في خد بالك في تواصل اجيال. برضه في الماتش يعني طبعا بنشكر كتر خير الشركه الفاضله اللي طلعتنا كتر خير، لكن الجانب التنظيمي بالنسبه لنا احنا كان يبقى افضل واحسن. إن بس كابتن ربيع وجود حضرتك
ومونديال جيل 90 ناس لعبت مونديال فليها صفه في التواجد. في بعض الناس كان في علامه استفهام انها موجوده، يعني مع احترامي الشديد ان انا ارى كابتن ربيع ياسين او ارى كابتن حسام حسن او ارى كابتن اشرف قاسم او ارى كابتن من اي كباتن كابتن هاني رمزي في الملعب في التمرين، ده شيء عادي يعني بالنسبه لي اتقبله. كلكم اصلا مدربين ومدربين على اعلى مستوى والخلق على اعلى مستوى ما شاء الله، فليكوا صفه. ولكن في بعض الناس شفناها في الملعب في التدريب ما لهاش صفه اصلا انها تكون موجوده. هذا كله طبعا يعني ده اللي بنتكلم فيه يا محمد. احنا منظمين امورنا، احنا خلي بالك كان التمرين هنا في دار الدفاع الجوي ما حدش يقدر يهوي لا من الاسره ولا من الاولاد ولا من اي حد. طب ايه اللي فرق يا كابتن؟ بالك لا اللي فرق النظام يعني انا المفروض لما اروح هناك ابقى اكثر التزام. المدير الفني له دور كبير جدا، المدير الفني له دور مهم جدا. انا لو عندي النهارده مدير منتخب ده بيخلي بالك ده بالحساب، واللعيبه لازم تستجيب لان التركيز مهم جدا. انا بقعد انظم اموري وبحضر فرقتي ورايح عشان اعمل نتائج، النتائج كويسه مش هتيجي بالعشوائيه، مفيش عشوائيه، لا ده انت رايح كاس عالم شغل شغل 24 ساعه شغل، تنام امتى وتاكل امتى وتتمرن امتى وتضحك امتى وتعيط امتى وتنام، ده نظام صارم للعيب. انت وصلت العالميه، العالميه النهارده خلاص مفيش هزار يا محمد، ده شغل كبير وبعدين مسؤوليه 100 مواطن 100 مليون، انت بتحمل اسم 100 مليون مصري رايح اسافر وايه اشرفهم. موارد الهزيمه لكن باحترام وبشرف وبكرامه وبوطنيه، ده انا طالع وبقول بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. الوطنيه مهمه جدا، المسؤوليه مهمه جدا، الرغبه مهمه جدا. هو ده بيجي بقى المدير الفني اللي بيعمله، محترم المدير الفني. فجانب نظامي صارم، برنامج بيتحط من اول يوم لاخر يوم، ثلاث ماتشات بكم يوم بكم اسبوع بكم ساعه بكم ليله بكم، هو ده الشغل. انما انا الدنيا تبقى بالشكل ده، احنا سافرنا السفريه وكان نفسي ربنا يكرمنا طبعا بنشجع، انا ورا منتخبنا في اي مكان وفي اي وقت شجعنا. وخلي بالك اليوم ده كان في حوالي يا محمد خلي بالك كاني في مصر، انا شفت عدد انت كان عندك التعداد الجماهير 64,000 منهم 31,000 مصري في روسيا. من روسيا بص 31,000 مصري، يعني حضرتك رحت ماتش مصر وروسي. طبعا وكان عدد المصريين اكتر، ده ما احنا شفناه ما كتبوا الكلام ده 31,000. خلي بالك اللي جاي من الامارات واللي جاي من الكويت واللي جاي من مصر والله من مصر واللي جاي واللي جاي وجاي. انا كنت بشوف شباب تعالوا انتوا جايين من الجمهور وده الجمهور وايه حاطين ارقام كتيره جدا متكلفين ارقام كبيره جدا. مصريين بيحبوا وطنهم، المصريين بيحبوا منتخبهم، المصريين كان نفسهم المنتخب يقدم. هذا المصريين الترابط كان موجود والجمهور موجود، عشان كده الناس زعلت لما اتغلبنا من روسيا. الناس زعلت مع ان ماتش روسيا ده من وجهه نظري كان ماتش ممكن على الاقل تتعادل، اورجواي دي ممكن تتعادل، السعوديه ممكن وارد رايح جاي نكسبها ويكسبونا، الامور كلها بسيطه. لكن الانقلابات والحاجات السلسلية. يعني حضرتك مش ما حطيتش في حسبانك ان انا مثلا بلعب منتخب اسبانيا؟ لا في فوارق في الامكانيات رهيبه وشاسعه ومش هقدر. طب الاورا بتاع يعني الاورا بتاع 90 ولا الاورا بتاع 2018؟ لا طبعا 90 واحنا بالمحليين. طب كابتن مع احترامي برضو، يعني لما عرفت ان انتوا هتلعبوا ماركو فان باستن ورود خوليت وفرانك رايكارد، اللي انا مثلا بكلمك دلوقتي على نيمار و كوتينيو ورونالدو وميسي والناس دي، يعني الثلاثي دول كانوا بنفس الثقل ده غير طبعا بس انا يعني قلت له انهي طرفك عشان عاوز اركز، عاوز مجموعتي اركز، عاوز الشغل بتاعي مش شتت الدنيا ولم ولغى دوري مع ان الغاء الدوري انا ضد الغاء الدوري ماشي لم هو كان قرار لم القصه يعني بص قال لي ايه واللي هم عاوزينه ياخدوه. قلت له يا كابتن يعني قصدي معاه من اول يوم فقال لي عشان تبقى معاه ربيع من اول يوم في التدريبات والشغل والماتشات الوديه والمعسكرات احنا عاوزين نعمل حاجه قيس على كده بقى كل الناس. كابتن جواري كان بيحب المعسكرات الطويله، الملاعب المصري بينجح مع المعسكرات الطويله لان خلي بالك كان بيجيب لنا شاشه كبيره زي دي وعنده ويعشق السبوره وبيعشق الشرح واخد بالك والشاشه والملعب الثلاثه. وخلي بالك كنا في انجلترا عاملين معسكر كنا بنتمرن الصبح وظهر وبالليل ثلاثه ايام في اليوم. فانت هيجي لك فرصه ايه من النوم للتدريب للاكل بس شكرا ونقعد كنا بنصلي نجيب نلم بعضينا. كان في صحفيين او اعلاميين يا كابتن؟ كان لا مش بالشكل ده طبعا، مش ما كانش مفتوح، ممكن الصحفيين بس في حته معينه وفي نفس الوقت ما بيخرجوش يعني
بيدوروا معانا على التركيز والالتزام. عارفين كانت قامات كبيره وحاجه جميله جدا. الاعلام خلي بالك له دور ايجابي من وجهه نظر لاعب منتخب مصر بصراحه. الاعلام له دور في الشهره والنجوميه والوقوف والمسانده، اعلام ايجابي والاعلام وطني والاعلام بيحب البلد، بس في نظام ممكن في حته وهم في حته. فالكابتن جوهر كان عامل نظام ولم الفرقه ولم اللعيبه ولم الناس، وشغلنا بقى هنا داخليا وخارجيا معسكرات، وشغل بقى ملعب طويل، وشغل سبوره وشرح، شرح يعشق الشرح لحد ما حفظنا. انت لو تلاحظ ماتش هولندا، هاتوا ماتش هولندا واقعدوا ركزوا فيه فنيا خلال سير المباراه يا محمد، ركزوا فيه فنيا. خلي بالك هتلاقي العمور فيها نديه، الشكل يقول لك الهدف كان جاي ضربه ثابته علينا ثابته ضربه ثابته كره بالعرض دخل كفت اتخبطت في حد اللي اقصده ان هتلاقي شغل. وانت خلي بالك بتشتغل عشان 90 دقيقه، احنا كل الشغل التحضيري بتعمل 90 دقيقه. فالشاطر والنبيه اللي جاهز فريقه، اللي يقرا المنافس كويس قوي، اللي يحضر خطته، اللي يحضر تشكيله، اللي غير يحضر تغييره، اللي يحضر السير المباراه باحداثه بسلبياته وايجابياته، فده المدرب القدير، ده المدرب القدير. فاحنا حفظنا لو تلاحظ، بص انا قال لي مساك يا رب، قلت له اوكي يا كابتن مش مشكله. وكان ميزه كمان عند الكابتن جوهر ان بيختار لعيب الجوكر اللي يلعب في اكثر من مركز عشان يسهل له الامور. ممكن خلي بالك انا اغير داخليا طريقه تتغير حسب المعطيات. خلي بالك الشكل الفني قدام هولندا غير ايرلندا غير انجلترا غير انجلترا، لان هنا دي لها طبيعه ودي لها طبيعه ودي لها طبيعه، لان يعني دي طبيعه. انت عارف الكره الايرلنديه وعارف الكره الانجليزيه وعارف الكره امور قبوله مؤشره. طب مدرب عبقري. احنا يطلع لنا احصائيات من جيل 90 و2018 في المشاركه. احمد فتحي لعب 270 دقيقه، عبشافي، حجازي، علي جبر لعبوا كل الماتشات، عبد الله السعيد والنني 225 و244 دي عدد الدقائق للعيبه اللي شاركت في 2018. مكملين مع حضراتكم، طارق حامد 230، مروان 209، تريزيجيه 239، عمرو ورده وصلاح والشناوي 180، صلاح والشناوي وعمرو ورده 153 دقيقه من المشاركه في المونديال. وعصام الحضري خد 90 دقيقة وهو ماتش السعودية، رمضان خد 56 دقيقة كبديل في لقائين، وسام مرسي 40 دقيقة، رمضان صبحي في ثلاث لقاءات، سام مرسي لعب لقاء أورجواي بعد إصابة طارق حامد كبديل. نروح لجيل 90، أحمد شوبير، ربيع ياسين، كل دول كباتن طبعا مع حفظ الألقاب، هشام يكن، إبراهيم حسن، إسماعيل يوسف 270 دقيقة. يعني نسب الى حد ما في ثبات اكتر. حسام حسن 270، احمد الكاس، جمال عبد الحميد، هنا احمد الكاس 243. التفاوت بقى بيجي من جمال عبد الحميد، احمد رمزي، اسامه عرابي، مجدي طلب، دول اللي كانوا بيبدلوا يا كابتن. اه مظبوط، دول اللي كانوا بيبدلوا. يمكن احمد الكاس برضو يمكن لعب لقائين واغلب ماتش في الثالث فتم تغييره، فحتى يعني نسبه شوط. اه ما احنا بنقول الفكر بيتغير بين هولندا لايرلندا للكره الانجليزيه حسب الطبيعه وحسب الاشخاص اللي موجودين وحسب الشغل بتاعتي وحسب تحركي النظامي الهجوم والدفاع. طب كابتن هل ممكن ابتدي بتشكيل طب احنا نكمل مع حضراتكم اللعيبه، حسام حسن، احمد الكاس، جمال حميد، احمد رمزي، اسامه عرابي، احنا كملنا كل اللعيبه دي. عادل عبد الرحمن وطارق ابو زيد وطارق سليمان 34 دقيقة، عادل عبد الرحمن، طارق ابو زيد 30 دقيقة، وطارق سليمان 13 دقيقة، دي آخر اللعيبة، والتفاوت بايد على حسب المشاركة ونسب المشاركة من المباريات. إذا في قوامة كابتن وفي بعض من اللعيبة وبعض المتغيرات، يعني في ماتشات بتحتاج لعيب معين. صح. ماتشات تحتاج لعيب بيحتفظ بالكورة، ماتشات تحتاج لعيب بيجري، ماتشات تحتاج لعيب رأس حربة قناص، ماتشات تحتاج مدافع بشكل معين. هل فوجئت إن مستر كوبر لم يغير من اي شيء من طريقته؟ يعني حضرتك بتبقى عارف تبديلات من ماتشات التصفيات ومعروفه للجمهور المصري. واقولها لك يعني بيبتدي بال11 معروفين والثلاثه اللي بيتغيروا معروفين. نعم. وممكن في غير كده انت المصري في الشارع اقول له ال11 مين؟ يقول لك ال11. ادي واحد. مين الثلاثه اللي بيغيروا؟ معروفين. لعبوا ما لعبوش، حلوين وحشين، ما ينفعش. انت فوجئت، بقول لك بص بالعبقريه بتاعت واحد مصري عبقري بيقعد يشتغل طول الليل. انا من وجهه نظري المدرب يبقى مليان، يا مدرب يبقى فاضي، مليان فنيا. حتى يعني هو التبديله الوحيده اللي كانت مغايره ان طارق حامد اتغير بسام مرسي بس عشان الاصابه. سام مرسي احنا عندنا خلي بالك مع احترامي الشديد عندنا في مصر احسن من سام مرسي.
سام مرسي جاي وانت تشوف وزنه قد ايه. عمرو السوليه لعب كام ماتش؟ عمرو السوليه مثلا؟ السوليه بتاع الزمالك وحوت عبد العزيز في بصراحه من يرضي الله في كتير بالك يسافروا ويثبتوا وجودهم ويلعبوا ويتالقوا ويبقوا على المرمى. طيب هل وليد سليمان كان وليد سليمان دور مؤمن زكريا؟ مؤمن زكريا احمد جمعه الشحات الولد عمرو مرعي معناها لو قلنا اسماء مش عاوز يعني مش عاوز عيب ان انا في اسماء كتيره جدا معلش كانت لسه موجود على الاقل اديها في الماتشات الوديه وجربها. نعم وشوفها. هو قال ان هو جربها. جرب مين؟ بعض من الاسماء وما خدش. جرب الشحات ده لعيب احسن لعيب في الامارات. احسن لعيب في الامارات اسيبه ده لعيب ولد بيجاب ده هداف الامارات واحسن لعيب اجنبي في الامارات. عمرو السوليه وليد سليمان الصراحه ووليد يعني سليمان عامل موسم السنه دي رائع وخبراته الكبيره ما شاء الله خد بالك دي حقيقه. السوليه عامل ماتشات يعني انا عاوز اقول مش عاوزين يعني انا كان لازم انا قلت لك نقطه ان في لعيبه ضحكت على كوبر كبير كتيره جدا. لا دي عين لا دي خبرات موجوده وكمان المشهوره في الجهاز المساعد تعالوا مين اللعيب ومين طب مين اللي في الاهلي طب مين اللي في الزمالك طب مين اللي في الاسماعيلي طب مين اللي في قولوا لي تعالوا فتحوا لي هو ده اللي هو ده اتعب اتعب في الاختيارات مع احترامي الشديد ممكن ولد يوصلني ممكن لعيب يوصلني كاس العالم ما هو وصلني بس خلاص وقف لحد كده خلاص وصلني انما امكانياته ما ينفعش تبقى موجوده في كاس العالم في وسط 80 و90 ألف دي حاجه مسابقه ثانيه خالص ثبات الانفعالي مش عند اي حد اللعيب الدولي اللي يتالق طب معظم الناس النفسيين قالوا ان في حاجه غيرت اللعيب المصري في كاس العالم في الثلاث ماتشات دول عشان خلينا نسيب يعني بقول لك يعني لا لك العمل النفسي ولا لك الامكانيات الفنيه ولا لك ان خد بالك يعني قصدي ايه طلعت حاجات كتيره جدا ده الكلام انا بقول لك ان انا يعني في لعيب قصدي خلاص في افريقيا يمشي في لعيب ما ينفعش قدام خد بالك اوروبي يعني كلها بتتوقف على مدرب مع لعيبه حاله الترابط اللي يعملها المدير الفني الشاطر مع اللعيب الشاطر يقدر يعمل بيها حاله كويسه جدا زي ما حصل قدام هولندا مدرب مع لعيبه قعد شرح لنا واختار وقال انا بثق فيكم وقعد ذاكر لنا الفرقه ابدعنا وتالقنا ومن احسن مباريات في تاريخ مصر هولندا دي حقيقه تفضل في التاريخ في هولندا خد بالك ده اللي كنت اقصده مع مستر كوبر انه يقعد مع معاونين يختار صح ويشوف وينظم اموره وفي لعيبه كتر خيرها ومحترم ولعيب انا اللعيبه خارجه عن اللعيبه المدرب وبعدين المدرب كربتهم بكين ازاي عبد الشافي وازاي احمد فتحي النجم في احمد اللي مكسر الدنيا في منتخب طول الموسم ومكسر يعني مفيش تقدم وبعدين مفيش حلول من الاطراف خالص الا من الاجنب ده بتاع مين ده؟ الاثنين الوسط ازاي ما استفدش من نني بالفرنسي وازاي ما استفدش من حمد حامد؟ ازاي من طارق حامد؟ ازاي ما استفدش من حجازي وعلي جبر في الثوابت اللي هم بيكسروا الدنيا حجازي بيكسر الدنيا في الدوري الانجليزي؟ ازاي النهارده عبد الله السعيد ما خدش منه اللي هو ازاي تريزيجيه؟ تريزيجيه ده من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر حاليا وانا توقعت خلي بالك بعد محمد صلاح تريزيجيه هيكسر الدنيا وجات له اكتر من فرصه في ماتش في روسيا ده حقيقي كان ممكن يوصل بيها لكن هو وحتى في ماتش السعوديه جاله يعني واكتر واحد جري واكتر واحد هاكل واحد محمد صلاح العبقري بتاعنا والنجم بتاعنا واللي بالك احسن لعيب بس خد بالك فين محمد صلاح؟ هل كان محمد صلاح بقوته البدنيه جاهز لا ما كانش جاهز طبعا كتر خيره انت كنت حاسس ان هو لا مش جاهز كتر خيره واحد فتره كبيره جدا والحمل تقيل عليه خد بالك والضغوط والاصابه كتر خيره ده النجم بتاعنا محدش كتر خيره في ماتش روسيا وكتر خيره في ماتش السعوديه شكرا طب هل ما حدث في المعسكر يا كابتن اثر الى حد ما على طبعا الحاجات دي مهمه جدا شوف زي برضو يعني ازاي انت ما يعني مروان بعيد لازم تدخله في الفورمه انت بقى بطريقتك انت وشغلك انت تجيب له راس حربه ثاني تخلق له راس حربه ثاني توجد له راس حربه ثاني تشوفه تقعد معاه تجيبه انا اقول لحضرتك حاجه هو مروان فرد صندوق ايوه طب ما جاله كام عرضيه؟ ما لا ما انا برضه يعني الشغل برضه ممكن ما يكونش الشغل ضعيف في الثلث الامامي هو التطوير عند مستر كوبر من ثلث الملعب لثلث الملعب تلت عشان نبيه الهجمه ضعيف ضعيف جدا ما انا قصدي ان انا برضه انا احاول اكسب كل ال 11 لعيب اكسب الشناوي النهارده من وجهه نظري الشناوي الجون الشناوي الجون احسن لعيب في منتخب مصر عمل ماتشين رائعين بصرف انه حتى لو دخل فيه الثلاث عروس انما هاي ماتش الجوي شال الماتش شوف نجم المباراه وماتش روسيا نجم المباراه شوت انا صراحه اشهد لحضرتك ان حضرتك كنت من الناس اللي بتطالب ان هو يبقى اساسي في منتخب مصر وهو استحق قلت هيقف ده حقيقي يستحق وقلت يعني الكلام ده كان معايا بصفه شخصيه في استاد الاهلي كنا بنتكلم على ماتشات الدوري واداء النادي الاهلي في الدوري قلت لي لعيب حارس يصنع فارق معاك في اهلي في اهلي وزمالك واهلي واسماعيلي واهلي ومصري هو ده المقياس ده حقه لا دي حقيقه وهو خلي بالك كان نجم
لما قال 3000 روسيا قول لي هدف فيهم الراجل نجم، انما في مجموعه وحتى أكثر. جون الاورجواي صعب جدا جاب، يعني ده الراجل طلع فوق النني وحجازي، ده شايل مجموعه اهداف. الراجل عمل اللي عليه، ومش ماتش اورجواي شال كورتين، ولما جه ماتش السعوديه قالوا حضر، قلنا الحضري برضو ياخد الماتش عشان الراجل يكرم ويعتزل، والراجل ما وكان كويس في التصفيات، وكان كويس في ضربه الجزاء برضه، دي حقيقه، وعمل يعني احنا بندي كل واحد ده منتخب بلدنا. اللي اقصده ان كان ممكن يحصل افضل واحسن من كده. المصريين بيحبوا النتائج، بيحبوا المجابيل، بيحب الاداء. المصريين محترمين، المصريين وطنيين، اقسم لك بالله. انا بعد يعني ماتش روسيا يعني احباط والحاله العامه كابتن منطقيه، ما فيش حد متمادي طبعاً. لا لا طبعا، لا 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 طبعا. فالناس قصدي زعلانه، كانت فرصه ان احنا نعدي الادوار، وكمان الاداء ما كانش يعني اداء منتخب رايح صرف عمل واقفين معاه، يعني وفروا كل حاجه، وفروا كل حاجه الكوبر. يعني انت شايف اتحاد الكوره كابتن لم يبخل على الكوبر بشيء؟ خلينا واقعيين بالورقه والقلم. هو الاتحاد الكوره بالعكس لما جه لها كوبر جدد الثقه وقال لك يقعد وفي ظهره، وجيك وصلنا كاس عالم والناس قالت يمشي، وقالوا له لا، عملوا كل حاجه كويس، وفروا معسكرات خلي بالك، قالوا اتفضل هات البرنامج بتاعك واحنا ننفذه لك فورا. اللي كتبوا في البرنامج نفذوه. اتحاد الكوره مش هيلعب مع احترام الشديد. نعم. اتحاد الكوره محتاج النهارده ان انت مدرب جددنا الثقه فيه وفي ظهره واداه معسكرات، وعاوز بلجيكا، عاوز اليونان، عاوز هو اللي يقول، هو اللي يقفل، هو اللي يختار، حتى في الاختيارات محدش يتدخل، مع ان في خلي بالك مفروض في نجمين كبار في مجلس اداره الاتحاد، مجدي عبد الغني وحازم امام، ناس يعني عاوز اقول الناس تواجه اتحاد الكوره. خلينا واقعيين، انا ما بقولش طبعا، بقول كلمه حق دايما في اي وقت، الجهاز الفني المسؤول مش اتحاد الكوره عمل ايه؟ هينزل يلعب اتحاد الكوره؟ وانس انا بريده مثلا هم بيحملوا اتحاد الكوره ان كان في الى حد ما تسيب في المعسكر، في مدير منتخب ودي منتخب ده ايه؟ يعني ما عندوش عين، ما عندوش اهل، ما عنديش مدير منتخب هو اللي يعني حضرتك شايف انا معايا مدير منتخب ليه ما دام في تسايب؟ يبقى اذا هو المسؤول. طبعا مدير منتخب يا كابتن، هو حد دخل مع كابتن جوري لما روح لما لغى الدوري قالوا له، وقبل كده وقبل كده وقبل كده وقبل كده، شخصيه الجهاز الفني لازم تشتغل. الناس يا كابتن كان بيقف لكم على الاسانسيرات وعلى الدور ما حدش ينزل؟ طبعا انت رهيب. الاكل كان لو حد نفسه في حاجه معينه مثلا نفسه فيها، عاوز في سيرك ليه في لعبه، اقول لك ايه نفسي مثلا اجيب مش عارف ايه من بره، نفسي اجيب، فكانت تتهرب، عارف تتهرب عبر الانفاق. سامع ان هو بيقفل لكم حتى الدور بتاع يعني الاسانسيرات بيقفلها؟ طبعا يا محمد بيمنع، مسؤوليه كبيره بالوزن، تخلي بالك كان بيمسك الميزان لمسؤوليه 100 مليون. انا عايز اتكلم معاك في موضوع مهم جدا، وهو القادم وكيفيه التطوير والوصول مره اخرى للهدف، فحضرتك معاك مهمه ثقيله على كتفيك وهو منتخب الشباب، ولكن نطلع نشوف تقرير اراء الجمهور ونطلع فاصل ونرجع ونكمل كلامنا المهم جدا مع المونديالي كابتن ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب. مباراة كأس العالم في الدور الأول هي الخبرات تغلبت على الدول العربية بصراحة، يعني كان كلها ما كانتش على قد، فلكن الدول الأوروبية عندها خبرات وعندها لعب وعندها هدوء، وبعدين بتلعب كرة بعقلانية، ما فيش عصبية في اللعب، ما فيش سرعة، ما فيش، لا أوروبا متقدمة قوي. أكيد طبعا مباراة قوية، بس احنا كنا طبعا قبل كنا نتمنى ان مصر يعني يمثل حضورها قوي، لكن للاسف يعني ما فيش هدف لمصر، او حاطين هدف ان هم يوصلوا لحاجه يعني للاسف. والله كل المفاجآت في البطوله دي اللي انا خدت بالي منها كرواتيا ادائها كان كويس جدا، كان مفاجاه يعني. السنغال برضو الماتش شغال، ما أدائها حلو جدا، وطبعا القارة الأفريقية كلها رايحة خالص منها، كلهم هيخرجوا من الدور الأول، لا لسه هنشوف السنغال يا رب تسعد. لا أنا شايف في إصرار، وأنا من وجهة نظري يعني من أقوى كأس عالم يعني بعد 82، أنا شفت 82 استمتعت بيه، يعتبر من أقوى كأس عالم شفته يعني.
في غزارة في الأهداف، بس كنت أتمنى أكتر بالفرق الأفريقي يكمل. يعني أنا أحد دلوقتي أمنيتي اللي السنغال تكمل وكده. هي الأهداف كانت كتيرة الصراحة يعني، بس برضو مفاجآت أكتر كتير يعني، زي خروج ألمانيا بطل كأس العالم، وكلام رضا عبد العال برضو اللي طلع صح إن إحنا خرجنا حصلت المجموعة. أنا كنت بس متوقع إن إحنا ممكن نكسب على الأقل السعودية يعني، بس كان في ظلم تحكيمي شوية في بتاع ضربتين الجزاء بتاع السعودية. أحلى ماتشات في العالم، لأن دي بتيجي كل أربع سنين، وده اللي إحنا عايزينه، نحن نتفرج ونشوف مستويات ايه اوروبا وامريكا اللاتينيه واسيا وافريقيا، مش عايزين اكتر من كده. بصرف النظر عن مصر خرجت او ما خرجتش، بتتفرج على كره عالميه، هو ده اللي احنا عايزينه كل اربع سنين. احنا يا ريت كنا نعملها كل سنه، بس ما ينفعش. آراء مهمة جدا من جماهيرنا، والنبض الشارع بيبقى باين، الإحساس باين، الانطباعات باينة، وده بتبين لك إن في خلاص في وعي من الجماهير، حاسة بالطرق، حاسة بمين كويس ومين وحش، وده بيبان في الآراء. كابتن ربيع، بنتكلم على المستقبل، وعندنا نموذج مهم جدا، منتخب ألمانيا حامل اللقب خرج، فطلع قائد وكابتن منتخب ألمانيا فيليب لام طبعا وحامل لقب 2014، بيقول إن الهزائم في المونديال دي طريق النجاح في اللي جاي في المستقبل. ده حقيقة. من وجهة نظر حضرتك، وحضرتك عندك نواة منتخب إن شاء الله هيقدم لمصر عناصر مهمة جدا من الفريق الأول، ومن قبل قدمت لنا منتخب رامي ربيعة وحجازي و إلى ذلك، كيف يتم إعداد نواة للمستقبل من وجهه نظرك للكره المصريه ومنتخب مصر؟ منتخب الالماني خلي بالك نقطه سريعه، من 80 سنه ما حصلوش الكلام ده، حامل اللقب واخد بالك، وامور طبعا الناس بقى بتبص لبكره. احنا لازم، انا من وجهه نظري، ان نستعد ال 22 من بكره في اختيار المدير الفني، ده مهم جدا. كيف يتم اختيار مدير فني يا كابتن؟ النقطه دي مهمه جدا يا محمد، مهم جدا للبشمهندس سناب ودي، انا من وجهه نظري يعمل لجنه فنيه كبيره جدا يرأسها هو، ومعاه مجدي عبد الغني ومعاه عز امام، وانا من وجهه نظري ان يشارك فيها عدد من النجوم الكبار المخضرمين اللي عندهم رؤيه ووعي يعني ومعرفه عن كره القدم. طبعا زي كابتن محمود الخطيب، زي كابتن عزيز عبد الشافي، زي ما كابتن حسن شحات، كابتن فاروق جعفر، وقفل عليهم وقفل اللجنه، اتفضلوا اختاروا معايا المنتخب مصلحه الوطن، ويتشاور مع الناس دي، الناس دي قيمه كبيره جدا وهتساعده في الصح في الاختيارات. طب في بعض الاسماء يا كابتن مرشحه، ما انا بقول لحضرتك كلامك محترم جدا وبيؤخذ به في الخارج، في بعض المدربين مثلا زي كروش مدرب منتخب ايران، اسم مدرب كبير، اسم كبير لكن دفاعي، طب انا بشيل ايه واغير ايه؟ ما انا برضو لازم ادرس. عامل حاله مع ايران في كاس العالم، ايران من احسن الفرق اللي موجوده وخرجت بشرف وبيوصلها كاس العالم على طول، عامل نتائج كويسه جدا، نتائج كويسه، فاسم ترشحه، اسم ترشحه، ولكن طريقته الدفاعيه انت برضو طالع، انت عايز مدرب يلعب كوره يعني. تمام. مثلا انا هقول لحضرتك حاجه، امشي مع الكوره المصريه، وجهه نظرك الفنيه، مدرب ايران ولا مدرب المغرب في طريقه؟ لا المغرب، المغرب قبل رينار. ليه؟ طبعا. ليه؟ ده عشان اولا انا من وجهه نظري مدرب شاطر جدا، بيعرف يحضر الفريق، بيعرف يجهز، بيعرف يختار اللعيبه، عنده الفرديات وعنده الجماعيه، عنده الكره الهجوميه الشامله الحديثه، ما بيخافش، بيلعب بره زي جوه، عنده مبدا كبير جدا، وان عنده شخصيه هجوميه، قسم المباراه نصين، نص هجومي ونص دفاع، زي الكره العالميه، بيقدم كره، عنده بيقدم تحرر، بيقدم تحرك، بيقدم تمرير، بيقدم شخصيات شفناها فريق المغرب لما شفناه في التصفيات، وصل في كوت ديفوار في الماتش النهائي، قدم كوره قبل النتيجه. نعم. وكان ليهم انياب وشخصيه، وتاهل على كوت ديفوار في كوت ديفوار طبعا، وكان ماتش تاريخي يعني، ماتش كان كله قال كوت ديفوار هتكسب فرنسا. برافو عليك، برافو عليك، ونجوم كبار. نعم. ومحترفين، واخد بالك، وتعرف الجمهور والاسامي ويايا توري، ويعني اسامي كبيره جدا، جيرفينيو. انا بقول برضه عشان الناس تتذكر كوت ديفوار معروف من اكثر البلاد اللي عندها لعيبه محترفين. في احسن فرق في اوروبا. نعم. معروف. وبعدين قدم اداء رائع في كاس العالم يعني، ماتش ايران فيه توفيق، الكره بيطلعها الراجل حطها في نفسه في اخر دقيقه، ادي كان ممكن تي 0-0. الماتش الثاني بتاع اتغلب فيه اللي هو بتاع البرتغال. نعم. اتغلب، مش اتغلب من البرتغال 1-0، كريستيانو رونالدو صراحه مسك البرتغال كره قدم، ادوهم درس. برافو عليك. الماتش الثالث بقى عمل ماتش عالمي، ده حقيقي، قدم كره عالميه، وقدم مين يا كابتن؟ مع مين؟ اسبانيا. اسبانيا، اسبانيا. نعم. اللي هي مرشحه بقوه، ريال مدريد وبرشلونه، يعني هو كان بيلعب الريال وبرشلونه، دي حقيقه. والراجل خرج،
واخد بالك وجاب هدف ودخل فيه هدف. يعني عاوز اقول ان هو عمل فريق محترم الناس سقفت المغرب. يعني اذا العوامل اللي حضرتك بتتحدث عنها هي دي اللي يجب ان يتم دراستها واضح حتى جداً. يكون الاختيار صحيح. برافو عليك. واضح بقى محمد كانه شخصيته واضحه في الاداء الفني. شخصيته واقفه بيرى المنافس بيرى هو هادي. برافو هادي. وبعدين يعني بيقدم كوره جميله الناس كلها سقفت المغرب. خرجت بشرف وكان ممكن تكسب اسبانيا بالك. يعني ده لو وبهدف كارت تقريبا في شك مش كانت واقف ولولا خد بالك نعمل فيها كده برضو الفيار. بس انا بسال حضرتك يعني لو تم ترشيح هذا الاسم حضرتك هتقدم هذا التقرير اللي قلته للناس ان مثلا مش ولا رينار لا انا اختار رينار. طبعا وهم الاتحاد يعني ان شاء الله يجيبوا ده مهم جدا. مهم جدا الجهاز المساعد يا محمد. مهم جدا لان الجهاز المساعد بيبقى عين المدرب عينه في حاجات كتيره جدا. احنا مصريين انما شغل عاوزين واحد شجاع ولد محترم اللعيبه تخاف منه وتعمل له 100,000 اعتبار ده مهم جدا. انما شغله كل موسم بقى 3-4 بيرشحوا له واحد يعرف لا احنا عاوزين نبص الوطنيه مصلحه الوطن مصلحه المجتمع مصلحه المصريين. المصريين عاوزين يستمتعوا بالمنتخب رائع. يعني تذهب الى المصلحه الفنيه اكثر من المصلحه الشخصيه. طبعا وان شاء الله ده اللي باذن الله تعالى اتحاد الكره هيعملوه ويا رب يختاروا واحد على قدر المسؤوليه ويكون خير ان شاء الله. طيب هل حضرتك برضو ذكرت لي ان يجب ان يكون هناك مديرا للمنتخب حازم ورابط؟ دي مهمه جدا واسم كبير. لازم اللعيبه خلي بالك هو بيتعامل مع نجوم ما يبقاش اقل منهم. لما اشتغلت انا مع المنتخب يا محمد وبقيت ابص لصالح جمعه ما يقدرش يبص يعمل ايه؟ يعني انا كان عندي ماتش انجلترا الاخير غيرت صالح جمعه او حضرتك في كاس الشباب ماتش انجلترا الاخير غيرت رامي ربيع وصالح جمعه ومين الثالث ورامي ربيع صالح جمعه وكهربا لو واحد ثاني بص كهربا صعب يعني في ناس صعبه لازم تحكمها يشكمها يعني مدرب اسم وشخصيه ويقدر اتفضل انا شايف لك خلاص يعني قصدي خفتش هم احترموا الاسم خلي بقى الفنيات دي على احترموا الاسم الاول والشخصيه وبعد كده الفنيات. ما ممكن يا كابتن برضه اقول لحضرتك حاجه ممكن يكون المدرب ما هواش لعيب ناجح بس عنده شخصيه وعنده فنيات فيقدر ان هو مقنع. يعني اقول لحضرتك حاجه مانويل جوزيه ما كانش لعيب جامد ومدرب يعني. منتخب المانيا وخواكين بوف ما كانش لعيب جامد بس الثقافه بره غير ثقافتنا. اللاعب المصري غير اللاعب الاوروبي. طب ما هو بقوا كلهم محترفين. ايوه انا بكلمك عموما في شخص خلاص في مدرب بيقود هو المدرب اللي هو بره. انما احنا عندنا انت عارف برضه في شويه شد وجذب حاجات كتيره جدا شد وجذب حاجات كتيره جدا لا بس صدق. الشخصيه بتفرق فعلا جدا الشخصيه. شوف فوسع بقى الدائره بتاع الاختيارات بالنسبه للمنتخبات ودي وقت كويس قوي. طب انت حضرتك طلعت في منتخب الشباب طلعت كام لعيب لمنتخب مصر من القوام اللي كان معاك؟ حضرتك كان معاك رامي ربيعه وكهربا ودريزيجيه وصالح جمعه اربعه وعندك بس صالح ما اتاخدش يعني مونديال بس لعب فتره لعب ماتش الكونغو صالح عشان تصرفاته نعم. عشان مش عشان لخبطته نعم المفروض يبقى موجود. الولد ده خلي بالك انت الولد ده نجم نعم. الولد ده مهاري يا محمد الولد ده صانع العاب عنده حلول. الولد ده خلي بالك ده يعني على الاقل يبقى بديل لعبد الله السعيد نعم. وانت لعبته خلي بالك كوبر لعبه في ماتش الكونغو اللي وصلنا بيه واخد بالك. هل كانت افضل فتراته مع حضرتك؟ طبعا انا المعلم بتاع الفرقه معلم بس انا خلي بالك مهم جدا التعامل مع الشخصيات اللي زي دي. مهم جدا التعامل دلوقتي. المدير الفني خلي بالك ما ينفعش يبقى مدرب بس. المدير الفني لازم مدرب واب واخ وصديق وكل حاجه عشان يكسب الاجيال اللي جايه دي اجيال صعبه. ده انا مثلا نجاح كلوب مع ليفربول انه قريب جدا من برافو اللي. عليك برافو عليك. واي مدرب دلوقتي جوارديولا برده بيبقى صاحي اللعيبه بتحبه جدا. شوف مدرب البرازيل الجديد شوف حاله الحب والترابط خد بالك اللي عامل فرقه وتمام وعنده نجوم بره ونجوم جوه وبيحترمه ولا مشكله وبيغير ومحدش بيتكلم هو ده المدرب اللي اقصده التوفيق بتاعه. لكن انت لازم الاجيال الفتره اللي جايه محتاج ان انت تتعامل بكل الاشكال عشان تكسب كور عشان تكسب اداء عشان تكسب لعيب. انا من وجهه نظري في مدربين كتير جدا بيخسروا لعيبه بسهوله. لا ما ينفعش ما ينفعش المدرب ما ينفعش يرمي الفوطه بتاعت لعيبه ما ينفعش. بص المدرب ليه مدرب كره القدم في مصر بياخد درجات كبيره يا محمد؟ 90 دقيقه؟ مش 90 دقيقه. ليه الموظف بياخد على قدره؟ النهارده ما شاء الله انت بتشتغل وبتيجي عشان تتعب 24 ساعه في اليوم عشان تقعد مع صالح وتقعد مع حجازي وتقعد مع كهربا مش ال 90 دقيقه بس. خلي بالك الشغل بتاع المدير الفني دلوقتي بالاجيال دي والتكنولوجيا دي خلي بالك المجهود مضاعف مضاعف لاي مدير فني عاوز ينجح وعاوز يقدم فرقه تقدم كوره تقدم نتائج. فده اللي اقصده. فالمنتخبات لازم وقت. طبعا انا قدمت برنامج من شهر 5 2018
لشهر 5/2020 في اتحاد الكوره هعمل ايه؟ يعني سنتين لحد التصفيات، هو ده الصح. حددت برنامج موجود واشتغل بيه، ونبتدي نشتغل لما ياخدوا القرار ان شاء الله من اول 7 وربنا يعيننا. مين الجهاز اللي حضرتك كابتن؟ هو الجهاز كان موجود، الجهاز الشيخ عبد المنعم نعم، وكان عبد الستار صبري واحمد فاروق، احمد فاروق ومحمد رزيغ مدرب حراس مرمى بس. فهنشتغل، وكان نفسي بس ان احنا كان يبقى الوقت مهم جدا بالنسبه لي، لان بتشتغل على مجهود مراحل، تيجي بقى توسع القاعده وتوسع وتسمح للولاد الصغيرين في سن صغير مبكر يحترفوا بره. نعم. يتربى بره على الصح، يجي لك وحش. انت حضرتك 5 لعيبه لعبوا بصفه اساسيه في هذا المنتخب. كانوا من تحت ايد منتخب حضرتك، والان بتتكرر التجربه ولكن لسه النتائج احنا منتظرينها. ماذا ستزرع في اللاعب اللي هيلعب مع كابتن ربيع ياسين عشان يعني يتم اعداده للمونديال القادم؟ بص، انا اول حاجه بحبها واحترمها الكوره، لعيب كوره، ان انا اوجد لعيب كوره بفنيات الكوره على المستوى البدني بهتم بيه جدا، واشوف كل العناصر البدنيه واجبها البدنيه، واحاول الولد ان شاء الله يكون ناقص حاجه المستوى المهاري، بدور بقى واخد بالك هو ناقصه ايه. اهم المهارات يا كابتن؟ اهم حاجه في التمرير طبعا، عندك التمرير ده مهم جدا. يعني مثلا يا كابتن، فرقه زي اسبانيا لما تعمل 2089 باص صح، مش باص بس، 2089 باص صح، هو ده صحيح شو. وطبعا في تمرير طولي وعرضي و40 متر و50 متر، وفي تمريرات قصيره. يعني احنا ليه يا كابتن دايما عندنا مشكله في الميس باص؟ لا، عشان انت من الصغر تبتدي بقى، زي ما قلت لك انا كنت داخل لك قلت لك الجانب البدني وبعدين الجانب المهاري. نعم. اللي فيه التمرين للتحرك، الكوره من غير كوره، خد بالك ضربات الراس، الحاجات المهمه هي دي لازم تبنيها من الصغر وتعودها الولد وتكرر له تكرارات. خلي بالك في السن هو ده المدرب، التكرارات الكتيره جدا، وان انا اجيبه وعالجه وافرجه واقول له بص النهارده الفريق الاسباني خد بالك، وبعد كده بتخش على الجوانب الخطيه بتاع المدرب الفني، الجوانب الخطيه ازاي بتحرك، ازاي بتحرك، ازاي اعمل كتله، ازاي اعمل حاجات كتيره جدا. انا من وجهه شغل الكوره من الصغر، اوجد لعيبه هيوجد مهاره، هيوجد تمرير، هيوجد تحرك، هيقلل الاخطاء، هتلاقي ايجابيات، هتلاقي الشغل اللي انت عاوزه بس من الصغر. هل حضرتك ممكن تقدم يعني تقرير اتحاد الكوره يفصل فلسفه اساسيات معينه يتم تعميمها حتى على مراكز الشباب؟ يا ريت. احنا هل ممكن نلاقي دور تطويري بهذا الشكل؟ ما هو ده ان شاء الله الدكتور محمود سعد المدير الفني الاقتراحات دي والحاجات دي يقدمها ويوجدها، وهو منتشر، هو عامل ترابط مع الناس في مراكز الشباب والانديه واخد بالك، وبيحاول يساعدنا، فدي حاجه كويسه جدا وفكر كويس. واتحاد الكوره يعني ان شاء الله ان شاء الله نعمل حلقه ثانيه مع حضرتك نتحدث فيها عن الاساس في كره القدم، يعني ايه لعيب عنده اساس. ولكن هنطلع تقرير نشوف توقعات الجمهور لدور ال 16 ونرجع ونكمل لحوارنا الشيق مع كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن ربيع ياسين. نطلع نشوف ونرجع تاني. البطولة بشكل عام ناجحة، أنا شايف إن الفيديو بيأثر بشكل كبير جدا، حتى ده بيعمل عامل نفسي على اللعيبة حتى كمان. إنه عايز أقول لك لقطة شفتها واستغربت جدا، كريستيانو في ماتش البرتغال مش فاكر، وكان خبط حد هو ووقف مرعوب جدا من تقنية الفيديو، كان شكله الكاميرا جايباه بيموت الراجل يعني على وفي الاخر رست على انذار ان هو خاف من طرد. عايز اقول لحضرتك ان ده بيوصلنا ان في عوامل نفسيه بتاثر على اللعيبه بتقنيه الفيديو، انا شايف انها احيانا مبالغ فيها. ماتش البرتغال وايران واسبانيا والمغرب اتحسن بالفيديو، تخسر من اول ماتش وبتتعادل الماتش اللي بعده، والمانيا طلعت من الدور الاول فما تستبعدش اي حاجه، مثلا روسيا عشان مش عشان البلد المضيف ممكن تخسر عادي عادي، والاوروجواي هتلعب البرتغال مثلا مواجهه بين كريستيانو وسواريز فهتبقى جامده شويه، والبرازيل برده مش هي البرازيل اللي متعودين عليها، وكاس العالم دوت حسيت الفرق الكبيره شويه قلت، يعني في مفاجات وفي فرق صغيره بتعمل نتائج كويسه. المباراه كاس العالم في الدور الاول هي الخبرات تغلبت على والدول العربيه بصراحه، يعني كان كلها ما كانتش على قد فلكن الدول الأوروبية عندها خبرات وعندها لعب وعندها هدوء، وبعدين بتلعب كرة بعقلانية، ما فيش عصبية في اللعب، ما فيش سرعة،
مفيش، لا اوروبا متقدمه قوي. وطبعا هو الملاحظ ان الفرق الكبيره اللي زي المانيا دايما الحاصل على الكاس، دايما الحاصل على الكاس دايما بيخرج من الدور الاول، وده حاجه يعني غريبه يعني شويه، لان يعني ما تعرفش بقى الفرق الكبيره ما بيبقاش ليها هدف او بتبقى متشبعه بان هي وصلت للنهائي قبل كده او حصلت على الكاس. اما بالنسبه للافارقه فيعتبر التمثيل يعتبر كويس، ولكن احنا كنا نتمنى نيجيريا بالذات، هي تعتبر فريق قوي. المغرب برضو يعني المغرب فريق قوي. طبعا الحكام، بس ده مش شماعه طبعا، الحكام يعتبر هو يعني ظلمت المغرب، يعني المغرب كان فريق منظم وفريق كويس جدا، كنت متوقع له ان هو يوصل. احلى ماتشات في العالم، لان دي بتيجي كل 4 سنين، وده اللي احنا عايزينه، ان احنا نتفرج ونشوف مستويات ايه اوروبا وامريكا اللاتينيه واسيا وافريقيا، مش عايزين اكتر من كده. بصرف النظر عن مصر خرجت او ما خرجتش، بتتفرج على كره عالميه، هو ده اللي احنا عايزينه كل 4 سنين. احنا يا ريت كنا نعملها كل سنه، بس طبعا ما ينفعش. فبنتفرج على دي كل 4 سنين، ونتفرج على الدوره الاولمبيه كل سنتين وسنتين، فدي حاجه كويسه قوي. والله ممتاز صراحه. دور ال 16 ده انا رايي ان ما تتوقعلوش اي حاجه، لان هي فعلا واعتقد ان هيكون فيها مفاجات كتيره قوي، لان هم الحقيقه بمستوى واحد وبيلعبوا كره راقيه وقريبين جدا من بعض، فما تقدرش الحقيقه في هذا الدور بالذات تتوقع مين اللي هيكسب ومين اللي مش هيكسب. اوروبا عندنا المانيا خرجت طبعا في مفاجاه، مفاجاه كبيره جدا، بس هو ربنا بقى يشوف المدير الفني ده لازم يتغير يعني. عندنا من تاني الارجنتين، يعني هو صعود غير مستحق الصراحه، ما فازتش غير ماتش واحد بس، والاداء برده ما كانش كويس، ما اظنش انها تعدي من فرنسا. تقريبا البرازيل والارجنتين ممكن مفاجاه، ان هي برده صعدت بعد الاداء اللي ما كانش كويس برده في اول ماتشين، بس الحمد لله السنغال ساعدتهم يعني بفوزها في الماتش اللي قبل الاخير. اعتقد ان روسيا اقصاها دور ال 16، لان هي بلد مش مصنفه. الارجنتين بدات تعلى، البرازيل بدات تعلى، هنشوف مباريات قويه جدا، هنشوف مباريات قويه وغير متوقعه، والنتائج هتبقى غير متوقعه على فكره. حوارات مهمة وتوقعات عن الحالة العامة للمونديال. الكل بيستشعر ان خلاص خروج منتخب ألمانيا اصبح جرس انذار لكل المنتخبات، واصبح في توقعات وفي حالة رضا عن بعض اداء بعض المنتخبات. كابتن مصر، غدا في فرنسا والأورجواي مواجهة صعبة، وفي البرتغال عفوا فرنسا والأرجنتين والأورجواي والبرتغال. ابدا مع حضرتك في توقعك الشخصي لماتش فرنسا وأورجواي، ماتش فرنسا وعفوا والارجنتين. ميسي وطريقه اداء الارجنتين، البعض بيقول ان ميسي دلوقتي هو اللي بيدير المنتخب مش المدرب. منتخب فرنسا فيه نجوم كتير جدا، بس برضه الناس مش حاسه بادائه. لا هو ماتش نهائي مبكر مفيش كلام. الفريق الفرنسي فريق كويس، عنده كوره، عنده افراد، عنده قوه هجوميه، عنده شكل على المستوى الدفاعي والهجومي. قدموا 3 مباريات مقنعين، خدوا اول مجموعه تقريبا، وفريق جديد. بس يعني فرنسا من وجهه نظري ما ترشحهاش للنهائي، ممكن للادوار اللي بعد كده. الارجنتين على الرغم انه عامل نتائج مش كويسه، وقدم ماتش بس رائع اللي هو الاخير مع نيجيريا خلال 90 دقيقه، في روح بقى وفي شغل وفي شكل ارجنتين، في شكل مدرب مع لعيبه، في شكل متفق مهارة لعيبة وفكر لعيب راقي مع مدرب بيدير من بره. هو ده الماتش، لكن من وجهة نظري هو ماتش في الملعب مش سهل أبدا، ماتش قوي، ماتش بيلعبوا الاثنين كرة هجومية شاملة مفتوحة عندهم. فأنا من وجهة نظري أن أنا مع أن الأرجنتين ما قدمتش، لكن أنا رشح الأرجنتين تكسب فرنسا. عشان ميسي يا كابتن؟ مش عشان ميسي، لا،
مش عشان ميسي، ميسي مش في حالاته، ده ميسي عمل الماتش بتاع نيجيريا بس سجل هدف وكان ليه دور ونحررته افضل واحسن وشغله الهجومي ووجوده افضل. حسيت طبعا من الماتشين السابقين تحس ان ميسي كده في حاله بعيده، ميسي مش هو ميسي خد بالك. انما الكره يعني انا احترم الكره الفرنسيه بس انيابها يعني الافراد اللي موجودين من وجهه نظري انا، يعني انا اعرف ان الارجنتين تعرف تكسب لكن هو ماتش في الملعب الفريقين يعني متساويين مع بعض، يعني نسبه هنا 50 ونسبه 50، لكن مين بقى اللي هيقول الكلام ده في اثناء المباراه نفسها في 90 دقيقه. لكن انا من وجهه نظري اتفرج على مباراه كبيره جدا في شغل فني من اثنين مدربين عندهم شغل كويس قوي ولاعيبه على قدر المسؤوليه في الملعب، واعتقد ان ماتش هيبقى كبير جدا جدا وصعب لكن 50 و50. دي حقيقة. اللقاء الاخر أرجواي وبرتغال، وفرقتين عندهم تحفظ في طريقة الأداء يعني بيلعبوا 4-4-2 زي بعض، بيتحفظوا في الدفاع. هنا بقى في اتنين سنتر فيرود سواريز وكافاني، وهنا في أفضل لعيب في العالم كريستيانو رونالدو. خلي بالك أرجواي طبعا ما دخلش فيها العلبة الكاملة 9 نقاط، ما دخلش فيها ولا هدف. نعم دي تحسب ليها برضه مع خضرم كبير جدا، اكبر مدرب في البطوله دي حقيقه. الراجل كان معانا بالعكاكيز دي حقيقه، وبيدير وزي الفل وتمام والعلامه الكامله وما دخلش ولا هدف. اقوى خط دفاع. انا استاذن حضرتك، احنا معنا على الهاتف مستر مارك فوتا مدير الفني السابق لنادي الاسماعيلي والمدرب لمنتخب الاولمبي. مستر مارك هاو ار يو؟ هابي تو هاف يو وذ اس. كله تمام. شكرا. السلام عليكم كابتن ربي ياسين. تمام everything is okay. تحياته لي وموفى ولا وسلم بيه. He's welcoming you and سعداء انه معانا. Greeting you so much and is very happy to have you with us in our show. So Mark, I want to ask you about your value, about how do you value this World Cup so far. Germany has been knocked out. I want to ask you about the Egyptian team. Did you expect Egypt to be disqualified from this group? And also, Holland is very close to Belgium. And how far you see Belgium is going in this World Cup? First of all, it's very sad to see all the African teams to be eliminated in the first round. Senegal yesterday was eliminated. Of course, I was very sad with Morocco and Egypt to be eliminated because I expected them to have a good first round, although it was not an easy group for not an easy group for Morocco. That is a bit disappointing for African football that every team, the five teams, are eliminated after the first round. So that's the first conclusion. That's not good. Oh, and what about Moroccan way? Was Mr. Renard, did you expect it to perform in this way? No, I think we played very well against Portugal and Spain, but we should have made a better result against Iran. We should have made at least one draw. No. And but we have a very good team spirit and a very good understanding of the players. They fight very very hard for a good result. But if you are in one group with Portugal and Spain, it's not easy to qualify. You have to be honest with that. أنا سألته عن هل توقعت مصر والمغرب وتونس إن هما يتم إقصائهم من الأدوار الأولى؟ قال لي هو من المؤسف إن كل منتخبات أفريقيا تم إقصائها، وكان يعني غير سعيد للغاية بخروج حتى منتخب السنغال بسبب الإنذارات مع منافسته لليابان. سألته على منتخب المغرب وأدائه الجميل، قال كان في تعاون وفي قتال بالنسبة للمنتخب المغربي، كانوا بيحاولوا ان هم يقدموا شيء، ولكن مش صعب ان انت تتأهل في مجموعة فيها البرتغال واسبانيا. ولكن ماتش منتخب ايران هو اللي كان العامل الفاصل في عدم تأهل المنتخب المغربي، ولكن في تعاون بشكل جيد جدا وفي قتال من اللعيبة وكل واحد كان بيأدي ادواره. مستر مارك، about Belgium. Belgium won against England, but it was both of them were qualified, made the biggest win in the World Cup in front of Panama. How far you can see Belgium is moving in this World Cup?
Belgium has already for 2, 3, 4, 5 years a very, very talented group of players. They have good balance in the team. They have good defenders. They have a good goalkeeper. They have good midfielders. They have very good attack. So I think they can come to the semi-finals. But you know, you have to win all the matches in the World Cup. If you come up, if you play against a very strong team like France or Argentina or like Brazil, you can also lose the game. I mean, it's not easy for Belgium to win, but if there is one tournament that they can win, then it's, I think, this tournament, because they are all very, they have a good age. They're all 27, 28, 29 years old, so that's a very mature team, so a lot of talent, and they can score goals. That's important to win the tournament. أنا سألته هل ترى المنتخب البلجيكي سيذهب بعيدا في هذا المونديال؟ قال هذا المونديال منتخب بلجيكا ليس لديه فرصة أفضل بالفوز بهذا المونديال. ليه؟ عنده معدل أعمار على أعلى مستوى، عنده كل النواحي الفنية في كل المراكز، سواء من ناحية الدفاعية، ناحية الهجومية، خط الوسط، كلهم على أعلى مستوى، كلهم نجوم كبار بيلعبوا في أعلى الأندية. ولكن عشان تكسب مونديال لازم تكسب البرازيل وفرنسا والأرجنتين، فدي الحاجات اللي هو متوقعها، ان هو اذا فاز منتخب بلجيكا على منتخبات بهذا الشأن ممكن ان هو يكون له دور كبير في المونديال. مستر مارك، I'm so happy to have you with us in our show, and best wishes and hope to see you again in Egypt, and also greeting for Captain Rabih Yassin for you. Thank you. Thank you so much. الحوار في نفس النسق، منتخب بلجيكا كابتن ربيع من المنتخبات القويه جدا، احسن منتخب في البطوله من وجهه نظري، بيقدم كوره، منتخب بيقدم كوره مقنعه، نعم، كره قدم حقيقيه. اللي عاوز يتفرج على كره قدم حقيقيه بلجيكا، نعم، ثلاث ماتشات بالك علامه كامله تقريبا، برضو حتى في الماتش الاخير ريح كل النجوم ولعب الفرقه البديله، ولكن عنده فرقتين بفنياته. انا من وجهه نظري انا بحب اكتر فرقه حاليا دلوقتي تحب تتفرج عليها وتستنى بلجيكا. نعم والله بتقدم كره جميله وما شاء الله وحاجه جميله جدا. وفي حاجه غريبه كابتن، حضرتك يمكن عصرت افضل جيل هولندا. هولندا لما تبقى جامده بلجيكا تبقى ضعيفه، بلجيكا تبقى جامده هولندا لا تتاهل حتى. دي حاجه هم حتى عندهم نديه كبيره جدا، فقدمت كره جميله جدا مقنعه، عندها افراد، عندها شكل، كره قدم حقيقيه في بلجيكا. كابتن ربيع قبل الختام، برتغال ولا اورجواي؟ برتغال. كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو، حضرتك اديت لكريستيانو واديت لميسي. لا فرق ممكن يعني، مع ان ثانيه فرق فيها نجوم، ماتش مش سهل، لكن انا اعتقد ان ممكن البرتغال يعني فرصتها افضل واحد فيها، احسن لعيب في العالم، دي حقيقه، صانع الفارق يعني. الدراسه كابتن والتخطيط هم عنوان النجاح لمصر؟ طبعا، وده لازم من بكره نشتغل فيه باذن الله للقادم. لازم نكون موجودين بمشيئه الله تعالى في مونديال 22 بقوه وباداء وبنتائج بمشيئه الله تعالى. لازم من النهارده نشتغل ل 22. كابتن ربيع، الاهلي حديد؟ الاهلي طول عمره حديد بفضل الله، بفضل الله. دايما خلي بالك الناس في الشارع، ايه الاخبار؟ قلت لهم ما تخافوش ما تقلقوش، الاهلي واقف وهيفضل واقف وهيكسب وهي ولا حد، ما تخافوش. دايما اقول لهم ما تخافوش على النادي الاهلي، ما تخافوش. نجم مصر ونجم النادي الاهلي ومدرب منتخب مصر اللي هي الشباب كابتن ربيع ياسين، بشكر حضرتك. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا موفق دايما، سعيد جدا كنت معاك. ربنا يخليك يا كابتن مصر وكابتني. كانت حلقه ممتعه الصراحه، استمتعت بوجود كابتن ربيع ياسين، وكنت قصدي ان انا اختم معاه بان الاهلي حديد. اوعى تروحوا بعيد، دايما معانا على شاشه قناه الاهلي ان شاء الله، دائما وابدا الاهلي حديد، حتى القاكم في حلقات اخرى. لكم تحياتي وكل الشكر موصول لكل طاقم العمل، واتمنى ان شاء الله ان دايما حلقاتنا تكون عند حسن الظن. شكرا لحضراتكم، تصبحوا على خير.